هلو جايز، قصة جديدة، رحلة جديدة معنا. غنبداوها كاملين وغنساليوها كاملين اصدقائي. هبط خلي لايك سبسكرايب الى ما كنتيش دايرها، بارطاجي مع اصحابك باش يشوفوا هادشي ديالنا وندفعوا السفينة ديالنا كاملين لقدام. وخلي كومونتير ولا جوج ولا ثلاثة باش القصة تطلع الناس وحدين اخرين والقناة ديالنا تكبر والعائلة ديالنا تكبر. اصدقائي نبداو قصتنا واقيلا ياك. يلا دير الكيت ميو كشكون بوحدك وطفي الضو وليتس جو. غادي نبدا لكم قصتي. فهداك الصباح اللي كنت غادي لاصال، طلبت من الوالده انها تصاوب ليا شي عصير وشي شلاضه باش ملي نرجع نقصيهم. والوالده قالت لي واخا. خرجت من الدار ودير ساكي في كتافي غادي في الطريق، شفت ولاد الدرب مريحين في واحد القنت كيتكيفوا، شي كيتمعجن شي كيضرب السيليسيون. شافوا فيا ومشيت لعندهم حيت ما بغيتهمش يقولوا هاد الدري قلب علينا وكذا، كنبغي نخلي ديما وجهي زوين مع بنادم. مشيت سلمش عليهم، سالموا معايا وانا نبقى نشوف فيهم. وقلت لهم الدراري كنتو غنقيين وليتو عاطينا غير البليه، نوضو تريني ولا قلبوا على شي خدمه تبقاو تاخذوا من عند والديكم فلوس باش تشريوا التخربيق هذا. راه ما بلانش نقز واحد فيهم ويقول لي اشيري حنا كنبغيو نتبوقوا باش نساو هاد الحياه، راه ما عطاتنا والو. قلت لي شوف صاحبي، راه كلشي بالارزاق، ولا توكلتي على الله خرجتي خدمتي غتجيبها حتى انت فليسات تفرح بهم والديك، على الاقل لك انت كاع بلي تكون خدام. المهم الله يعفو عليكم الخوت. واحد فيهم حيد ديك الميكانه فمو كان كيشم فيها السيليسيون وقال لهم الدراري خونا راه عنده الحق، الحياه ما والو، هادي غنبقاو تابعين هادشي غنجيبوها في راسنا. جاوبو الثاني وقال ليه حتى انت دغيا تيقتي وتبوق ليا مع راسك، وهو يقمعو وقال ليه تبوق غير نتايا وناض مشى في حالو. نعرفكم على راسي بعدا، سميتي هشام، فعمري 22 سنة، خدام كنبيع في الخضرة في المارشي، معروف الخوت وعزيز على كاع الناس اللي كنعرف. لكن غير الخدمة والونطريمة منبليش، أنا بوحدي اللي عند والدية. غنعرفكم شوية على والدية. الوالد سميتو محمد، الوالدة سميتها كريمة. ما كيخليوني مخصوص من والو وراضين عليا، حتى أنا معزتهم عالم بها غير الله. نكملوا فين خلينا. بقيت كننصح في الدراري مع مبوقين حتى شي واحد فيهم ما داها فيا، الا داك خونا اللي فهم راسو وعرف بلي هاد البليه ما كتوصل لحتى شي نتيجه. تفاقت معاهم وهي تعيط لي امي فاطمه. هاد امي فاطمه احسن مراه عزيزه عليا، دايره في قيمه جداتي. مشيت لعندها قلت لها فين امي فاطمه اش مخرجك؟ قالت لي خارجه وليدي نتقدى شي حاجه. قلت لها مزيان بغيت شي حاجه؟ قالت لي لاباس بعدا عليك ولدي. قلت لها الحمد لله. وهي تقول لي شوف بغيتك تعمر ليا ولدي البوطه، ما لقيت حتى شي واحد يعمرها ليا. قلت لها مرحبا فين هو الخاوي؟ نعتت لي على الخاوي محطوط حدا الباب ومشيت هزيتو. ديتها عطيتها لمول الحانوت وعطاني بوطه عامره هزيتها فوق من كتافي مع ما كايناش ديك الكاروسه فاش غادي نجيبها. دخلت البوطه لامي فاطمه للكوزينه، يلا غادي نهز الساك ديالي باش نمشي لاصال. وهي تمد ليا 50 درهم. قلت لها لا. اوهو امي فاطمه لا، بقات كتبزز عليا وكتحلف ودارتها ليا في جيبي. بست لها راسها وتحركت. غنعرفكم كتر على امي فاطمه حيت الشخصيات ديال قصتنا كلهم مهمين، وبغيت القصه الاحداث ديالها يكونوا مرابطين. امي فاطمه عندها بنتها في الخارج، كتصيفط لها الفلوس، ولكن امي فاطمه ساكنه غير بوحدها، معروفه في الدرب كلشي دايره في مرتبه جداتو، ما هي كبيره في السن. ودابا نكملوا قصتنا. تحركت لاصال، دخلت معاك كنتريني الميسكولاسيون، سلمت على الخوت اللي تما، مشيت للفيستير بدلت حوايجي، عاد دخلت للطابي بديت كنتريني ودير لي الزيات في ودنيا. بقيت شي ساعه كنتريني وليت كلي كنقطر بالعرق. دخلت للدوش اللي في لاصال، دوشت ساليت لبست حوايجي سلمت على مول لاصال. ما خرجت كنتلاقى مع واحد خونا كيتريني معايا، قال لي بغيت نوصلك. قلت ليه بلا ما تعذب راسك. قال لي دابا راه حصات ركب ركب عشيري. هاد الدري الخوت بدا كيتريني في هاد لاصال شي 3 ايام دابا. ركبت معاه عنده واحد اس اش باقه جديده
وصلني حتى للدار، سالمت معاه وطلعت للدار، لقيت الوالدة حاطة داكشي اللي وصيتي عليه الماكلة. بقيت كنطحن في الشلاضة والعصير، عاد واحد خمسة ديال البيضات بلديين مسلوقين كليتهم. من بعد يجي لعندي الوالدة قالت لي ياك وجدت لك وليدي داكشي اللي بغيتي؟ قلت لي غير جيني من الاخر امي يمسي شنو خاصك؟ قالت لي واخا تجيب خالتك من المحطة راه جاية لعندنا قربات توصل، بغيتك تمشي لعندها. قلت لها واخا امي يمسي نبدل حوايجي نمشي لعندها. قالت لي الله يرضي عليك اولدي. انا كنفرح مني كترضي عليا الوالدة، كتفتح لي كاع طرق في حياتي، عاد كنحس براحة. طلعت لبيتي بدلت حوايجي درت التليفون وشي صريف في الجيب، خرجت من الدار شديت الطاكسي وصلني للمحطة. بقيت كنتسنى الكار اللي غيوصل، بقيت شي 30 دقيقة وانا واقف كنتسنى والشمس كانت حارة شوية. كنسمع الصوت ديال الغوات، درت نشوف من مورايا، بانت لي واحد ختنا لابسة جلابة كحلة وزيف كحل كتجري وتابعينا خمسة ديال بنادم هزي العصي والجناوة وهي مخلوعة وهربانة. بنادم كان تما غير كيتفرج، ما قلت شي حامي عليها مع خايف على راسو. شوية بانت لي جاية لجهتي وخايفة منهم، وقفت بعيدة عليا بشوية، خوتنا قاربو يشدوها. من بعد عطات الجريه وجات تخبات من ورايا وكتطلب فيا كتقول لي اعتقني راه باغين يقتلوني. قلت لها ما عندك مناش تخافي، عندنا السباحنا في البلاد. هو ينقز واحد فيهم قال لي الساط خلي لينا الدريه وبعد في حالك دابا تصدق نادم. قلت لي سير في حالاتك اخويا انت وصحابك بلا صداع. تم جاي لعندي بالجره وهز ديك الجنويه قال لي ما بغيتيش تبع هذا داك البرهوش اليوم غادي نحفر لامك قبرك. ما وصل حدايا باغي يضربني بالجنوي، شديت ليه يدو ضربته بواحد الكروشيه خونا طاح، هزيتو حتى للسما وانا اللوح وحده صحابو بقاو غير كيشوفوا فيه. من بعد ما يتمو جاي لجهتي كيجريو، قلت لختنا تبعد من حدانا، هي هذيك بعدات هي وهما جاو دوروني. انا حيت التيشيرت اللي كنت لابس وبديت معاهم. خوكم كان متريني الليغا اللي قرب لعندك ياخذ حقه في العصا. انا ما كنطايفش، ولكن مني كنكون في حاله الموقف ديك الساعات كان مطايف، خصوصا الا شفت الحقره قدام عينيا. بقيت مطايف معاهم وكناكل العصا، حتى انا كليت العصا ولكن ما استسلمتش كاع. بقيت معاهم حتى خوتنا عيا وبدا بنادم كيتدخل. جا بنادم بيوقف معايا. خوكم صراحه 7 سنين ديال لونطريما وجات الوقت فين بينت لهم المهاره ديالي. ما كنفوحش عليكم ولكن غير باش تعرفوا شنو كاين. بانوا لي خوتنا كلاو العصا حتى هما بينهي من وجههم. قلت لهم البنت ما غاديش تقربوا لها. وقفوا كاملين وكل واحد بدا كينوض في صاحبه بغى يمشي وهو يقول لي واحد فيهم غادي تندم على هادشي اللي درتي. قلت لي اللي في جهتكم ديروه. خوكم الخوت كان قلبه قاصح ما كان تزراش. مشاو خوتنا هزيت التيشيرت ديالي لبستو ويجي لعندي ختنا. قالت لي شكرا اخويا مني نقدتيني منهم، ولكن شوف راه كيما قال لك غادي ندموك. قلت لي علاش غيندموني؟ مالو شكون هما في هاد البلاد هادي؟ قالت لي هادو راه عصابه كبيره غادي نحرموا عليك عيشتك بحال كيما دايرين ليا. قلت لها شوفي تهدني دابا وما تخافيش، وعلاش تبعوك؟ قالت لي يلا نمشيو نجلسوا في شي كرسي ونعاود لك كلشي. هي هذيك مشيت مع ريحنا وهي تبان ليا جبدات واحد كلينيكس مسحت لي واحد الجرحه في راسي كان دايز منها الدم. تلاقت عيني مع عينيها، كانوا عينها قويين وكبار. بقيت كنشوف فيها وهي تبدا كتبتسم. قالت لي فين سيتي؟ يلا بغيت نقول لها سيت فهاد الزين اللي قدامي وانا نقول لا 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 ما عنديش مع هادشي خصني نجمع فمي. قلت لها قولي لي شنو طاري لك؟ وهي تبدا تدوي. قالت لي راه تابعيني هاد العصابه باش نسني ليهم على شي وراق، حيت بابا قبل ما يموت خلى لي واحد الورث انا واختي، ودابا اختي بعيده عليا كيقلبوا عليها معايا كاينه في كازا. انا بقيت في رباط وهاد العصابه كاين هنا في رباط، وراس الكبير ديالهم هو خو بابا زعما عمي. كان كيحسب لي غادي يخلي لي حقه. مع بابا كان خلى لي جدي الاراضي والفيرمات والقهاوي. ساعة بابا كتب لي داكشي انا واختي، ودابا تابعيني هاد العصابه باش نسني ليهم ويولي هادشي كله في ملكهم. واليوم كنت مع ولا نمشي عند اختي نيت نتهنى من المشاكل، ولكن دوماج ما بغاوش يفاقوني عليهم. كل ما كنتي انت كنت دابا مكرفصين عليا ديال بصح، وشكرا بزاف. بقيت ساهي وكنقول هادشي كامل واقع على اختنا هادي. قلت لها شوفي ما تخافيش انا معاك. قالت لي بصح؟ قلت لها اه. قربت لي وعنقاتني. من بعد وهي تطلق مني وهي تقول لي غير الفرحه والله راه ما حتى شي واحد ما عندي في الدنيا هادي من غير اختي، والديا ماتوا في كسيده بقينا بوحدنا. قلت لها الله يرحمهم و
ودابا فين معولة غادا تمشي؟ قالت لي دابا الا ركبت في شي كار بغيت نمشي عند اختي، ولكن راه ملي كتبت نركب في الكار بانوا لي مصيفطين الرجال ديالهم باش اي كار داز يوقفوها يقلبوه باش يشدوني، راه اصابه خايبه. ودابا حرت قلت ليها بين عصابه كبيره منين دايرين هادشي كامل؟ وهي تقول لي وشنو كنقول لك من الصباح. قلت لها شوفي غادي تمشي معايا. قلت لي واش انت مريض فراسك؟ عندك حساب لك انا من دوك البنات اللي نمشي معاك للدار. قلت لها مالكم ديما دماغكم هكا؟ اشنو كاين؟ مال عقلك مشى للمريخ؟ بغيتك تمشي معايا للدار راني ساكن فيها انا ووالديا. قالت لي سمح لي ولكن غنتقل عليكم وغادي نزيد عليكم مشاكلي. قلت لها وصافي دويت معاك يلا نوضي نمشي نوضي دغيا راني جاي هنا بعد على ود خالتي ونسيتيني فيها. غتكون دابا هي اللي كتسنى فيا. ناضت وتمينا غادي كندورو في المحطه وهي تبان ليا واقفه. مشيت لعندها سلمت عليها وسلمت على اختنا وركبنا في واحد الطاكسي. وصلنا للدار حليت الباب دخلت خالتي. اختنا مبغاتش تدخل. قلت ليها شنو سماك الله؟ قالت لي سميتي اكرام. قلت لها سميه زوينه. هو دخل اكرام الله يرضي عليك الدار داركم مرحبا بك. دخلت اكرام وسديت الباب. بنت لي الوالده جالسه مع خالتي في الصالون عيطت عليها قلت لها باش ضايف البنت بما جيت من الخدمه. وقلت لها تنجي من الخدمه ونعاود لك شكون هي حيت كنت الخوت معطل على الخدمه ديالي. قالت لي احيانا اللي كان مسخوط جيب لي بنت تلطع بست لها راسها. وقلت لها الله يهديك امي انت وانا نقول لاكرام ها هي الوالده ديريها بحال ماماك لا خصك شي حاجه قوليها لها. سلمات اكرام على الوالده وهي تقول لها الوالده مرحبا بك بنيتي اليوم غادي تاكلي رفيسه معنا راني موجده. قالت لها اكرام شكرا وكانت حشمانه. انا قلت للوالده تخلي لي حقي حتى انايا. خرجت من الدار ومشيت ديريكت للمارشي. وصلت للبلاصه فين كنبيع رتبت الخضره جلست في ديك البليصه كنبيع عادي الحمد لله الناس كيشريو من عندي. بقيت كنبيع حتى واحد شويه بانوا لي شي ناس مجوقين في السوق. خرجت نشوف كتبان لي ديك العصابه نيت اللي ضربت ولكن دابا كانوا كتار تقريبا 15 واحد يعني مصيبه كحله. كانوا كيدوروا على الخضاره وكياخذوا ليهم فلوسهم يعني ما كيقلبوش عليا. خدنا شفاره وانا خصني نغبر من هنايا حيت لا شافوني غير حرموا لي السوق كامل. قلت لواحد خونا كيبيع حدايا حضن المحل بما جيت. مشيت انا تكوانيت في واحد الكوان ما يشوفني حد وحاضن المحل ديالي من بعيد. بقيت كنشوف دوك العصابه حتى كيبانوا لي وصلوا للمحل ديالي هما يدويو مع داك خونا اللي خليته حاضي شويه. واحد فيهم ان شاء الله مجر يشوف واش كاينين الفلوس. مسكين كيحلم الفلوس ديرهم في جيبي مالي مسطين حطهم تما. سد المجر ما لقى والو هما يبداو كياخذوا من الخضره ولكن هانيه بعد كلشي بقى غير شويه. خوتنا تحركوا عند واحد خونا اخر ياخذوا لي رزقه. بقيت انا مريح حتى خرجوا من السوق. تميت راجع لبلاصتي وقلت لخونا اللي خليته شكرا بزاف. ويقول لي راه جا واحد خوتنا وخذوا لك من الخضره. قلت لي صافي هانيه ماشي مشكل. وانا نسولو قلت ليه واش هاد خوتنا ما كيعيط لهم بنادم على بوليس؟ قال لي شوف هادو راه عصابه خايبه اش من بوليس راه تعيط كاع على البوليس وتشدو منهم جوج ولا ثلاثه ايوا والباقي جي حرام عليك حياتك. اللهم اسكت. ابتسمت وبقيت جالس كنبيع حتى ظلام الحال. بعد كلشي كاع بقات شي خضره قليله خليتها مالي للدار. هزيت وشميت غادي في الطريق كندوي مع راسي غير بوحدي وكنفكر في البلان ديال اكرام. خفت غير تكون تكذب عليا في هادشي كله تكون مقولبه هاد العصابه ودارت السبب داكشي اللي قالت ليا. ولكن واخا هكاك البنت مني بدات كتعاود ليا ومع وجهها في البراءه بل يا بلي عادي نتيق فيها. وصلت للدار حليت الباب دخلت معايا الطاقه ديال الكوزينه مشيت للصالون بانت ليا الوالده وخالتي واكرام حالين فمهم في التلفازه وكيتفرجوا. كانوا مقابلين واحد المسلسل تركي مترجمينه بالدارجه. وقفت لهم قدام التلفازه وهي تقول لي الوالده وخالتي حيد راه واحد اللقطه زوينه. قلت لهم راني غنحيد. بانت ليا الوالده هزات واحد البلغه وهي تشير عليا. خالتي هزات مخده حتى هي شيرات عليا. اكرام كانت كتضحك عليا. قلت لهم وصافي هاني حيد انا نخليكم تفرجوا. وانا نقول لامي الوالده فين حاطه غدايا وهي تقول الوالده اكرام نوضي عافاك بنتي وغير فين حطيت لي حقه. ضحكتني الوالده خرجوا عليها المسلسلات التركيه. نط اكرام وقالت لي تبعني. كانت لابسه واحد البيجامو غاديه قدامي وكنشوف فيها شبارك الله. مشينا للكوزينه وجبدت لي اكرام حقي ديال الرفيسه حطيته فوق الطابله وهي تقول لي خاصك شي حاجه واحده اخرى. قلت لها خاصني انت تجلسي حدايا بغيت ندوي معاك. جلست وبديت كناكل في الرفيسه وهي تقول لي فاش بغيتي تدوي معايا؟ ها
ها قول اخويا ويا شو حل لي واحد الدغمه بديت كنكحب قلت لها وحلتيها ليا ندمت حتى قلت جلسي حدايا وهي تقول لي مالك واش نجيب لك كاس الماء ما قديتش نجاوبها كنت غير كنكحب نط عمرات كاس الماء عطاتو ليا شربت عاد ارتاحيت وهي تقول لي مالك شك مع سولتك بديتي كتكحب قلت لها شوفي انت السؤال اللي قلتي ليا قالت لي مالك شنو بغيتي نقول وهي تسرح معها قالت لي دابا فهمت ما عجباتكش نقول لك خويا وبدات كتضحك وانا نقولها والله يرضي عليك مني فهمتي قالت لي مالا شنو فيها درتك في بلاصه خويا وتقص فيك راه خويا ما عنديش قلت لها انا ما خو حد يخوي لك الدار والجناب شوفي يا بنت الناس انا ما خوكش ما باغي نكون خو شي واحد كاع وهي تبدا كتشوف فيا شي شوفات ونات مقلقه ما تبعتهاش عندكم حساب لكم غنتبعها ولكن حتى انا ما عجبنيش الحال جداني كاع نقول لها هاد الهضره هادي دابا قلقتها كان عليا غير نسد فمي حتى انا ما كنعرفش شنو كنخرج من هاد الفم هذا كملت ماكلتي ونايض نمشي لعند نطلب من الناس السماحه لقيتها في واحد البيت كتجمع في الحوايج وقال حداها الوالده كانت الوالده كتقول لها مالك اكرام واكرام كانت كتبان ليا مقلقه دخلت عندهم وهي تقول لي الوالده شنو قلتي للبنت قلت لها والو امي عافاك امي خرجي بغيت ندوي معها اكرام وهي تقول لها لا عافاك يبقى يا خالتي انا اللي غادي نخرج من الدار وشكرا على الاستضافه خالتي غمزت انا الوالده نهضت وهي تقول لي انا خارجه من بعد جي عندي راني بغيتك في شي حاجه قلت لها صافي مع خرجات مشيت سديت الباب وهي تبان لي اكرام بدات كتبكي مشيت لعندها عنقتها وقلت لها غير كنت معصب وغير ضحكت معاك اصلا وانا نطلق منها قالت لي هانيه انا ما كانش عليا واقيلا نقول لك خويا قلت لها ماشي قادي ديك خويا اللي قلتي انا ما عنديش مع شي بنت تقولها لي وصافي انا بغيتي تبقى تقول لها ما كاين حتى شي مشكل وهي تبدا كتضحك قلت لها دابا عجبتيني هو ردي الباليزه ديالك البلاصه وريحي ما عندك فين تمشي في هذه الليله هذا قالت لي لا باغا نمشي قلت لها دابا غتعصبيني قالت لي وصافي اللي بغيتي يا هشام نغير الخوت كيف قالتها قلت لها ما كرهتش ديما تقولي لي هذه هشام هذه قالت لي ما يكون غير خاطرك قلت لها يلا ريحي نقولك دابا فاش بغيت ندوي معاك قالت لي تفضل قلت لها اليوم تلاقيت مع ديك العصابه وعاودت لها الخوض داك البلان كامل قالت لي شوف حضي راسك راه هما بزاف هذوك اللي كانوا تابعينا غير شويه قلت لها الخوف من الله وكاينه غير موت وحده كنبين لها الزعامه ديالي وهي تهز حجبانه وقالت لي باغي تعيق عليا زعما زعماك واعر ومتريني راه خوتنا معاهم شي وحدين وحوش ضحكاتني وقلت لها دابا انا بغيت نفاجئ ليك سانتي بغيت نكدي عليا قالت لي حاشا بقيت كنقشب معاها وتكيت وبقيت كندوي معاها ما حسيتش براسي حتى داني الناس في ديك البلاصه فقت الصباح بانت لي ناعسه في القنط الاخر فوق السداري الاخر بقيت كنشوف ليها في وجهها كانت بيضه بنت زوينه بزاف شعرها كحال وطويل زوينه وصافي المهم زوينه شفت الساعه كتبان لي 8:30 كلشي كان ناعس الواليد كيمشي للخدمه مع ديك السبعه هكاك انا وقت ما رشقات ليا كنمشي نخدم مشيت للكوزينه سلقت البيض البلدي كبيت ليا الحليب في الكاس قصيت شويه حتى كنسمع الصونيط والدقان على الجهد في الباب شكون زعما غيكون جاي عندنا في هذا الصباح هذا كنقوله غير بشويه وبشويه دابا تفرعوا لنا هذا الباب هذا مشيت نشوف من ديك التقايبه ديال الباب كيبانوا لي واحد ثلاثه ما كنعرفهمش مشيت طليت من الشرجم كتبان لي العصابه جايه فواحد الصطافيط بيضه كان بنادم فيها كتير عرفت بلي هذه هي الاخرى ليا اليوم يصفيوها ليا لا انا لا اكرام مشيت سديت الباب بالساروت ومشيت لعند اكرام كنفيق فيها ما بغاتش تقول ميته عصباتني وانا نصرفقه وهي تفيق كانت مخلوعه شافتني وهي تقول لي مالك وانا نشد لها في يديها وهي تقول لي بشويه قصحتيني قلت لها ما مالي والو غير العصابه كيدقوا في الباب وقفرناها وهي تزير لي على يدي قلت لها وتهدني لبسي شي حاجه باش نهربوا انا جاي دابا مشيت للبيت ديالي خديت شي بركه وهي تبان لي الوالده قالت لي شنو واقع قلت لها ما تحاوليش تحلي الباب امي انا غنغبر واحد المده قالت لي الوالده اش هاد الهضره كتقول شنو كتخربق قلت لها الوالده دويش معاك وانا نخرج من داك البيت بانت لي اكرام لابسه طلعنا نيشان للسطح وانا نسمع الباب تحل ديال الدار ناري قفارت بقينا غادي كنجريو في السطح وطلعنا من السطح للسطح شويه بانوا لي واحد جوج من مورانا تابعيننا وصلوا لسطح خوتنا
مشينا وتخبينا في واحد البيت كاين في واحد السطح ديال واحد الدار، لقيناه محلول سديشو علينا وبقيت كنطلع من واحد الشرجم صغير. كيبانوا ليا كيقلبوا، بقينا حنا مخبيين، قلبوا حتى ياو ومشاو. هاد السطح هذا كان ديال واحد العماره. مشاو خوتنا يلا باغي نحل الباب ديال البيت، وانا لقى قدامي واحد الراجل قدام الباب. قال لي شنو كدير؟ ما شاف معايا اكرام يحسب ليه بلي كنا كنديروا شي حاجه، ما لقيت ما نقول ليه وانا نضربه بدماغه طاح دوده. علقنا طلعنا لواحد السطح اخر كنت عارف الناس اللي ساكنين تما. وصلنا لقينا واحد الدري كبير في السطح مريح كنعرفو. ما شافني قفز قال لي شنو كدير هنا؟ عاودت ليه البلان هنا كان رجونا. هبطنا من الدار ديالهم، خرج هو الزنقه يشوف واش باقي ديك العصابه في الدرب ويرجع لعندنا. قال لينا راه مشاو ما كاينينش. خرجت انا واكرام غادي كنتجارو بحال الهبال حتى لقينا واحد الطاكسي وقفته وركبنا فيه. قلت ليه وصلنا لواحد العنوان ديال واحد صاحبي ساكن غير بوحدو. وصلنا وخلصتو هبطنا، دقيت عليه حل لي الباب، سالمت انا وياه. قال لي ادخل. قلت ليه معايا شي ناس؟ قال لي مرحبا بهم. قلت لاكرام تدخل، ودخلنا للدار. عاودت ليه البلان وقال لي الدار دارك الساط. قلت ليه الهز غير بين ما بردات القضيه وصافي. قال لي انا دابا غادي للخدمه نخليكم. قلت ليه شكرا بزاف اخويا. خرج هو وبقيت انا واكرام. عيطت بعدا على الدار، جاوبني الوالد وقال لي اش هاد الحاله درتي لينا؟ هارب من عصابه وداخلين مهجمين علينا وضربونا، هادشي علاش ربيتك؟ قلت ليه الوالد ما بيني وبينهم والو. هو يقول لي علاش غيديروا هاد الحاله كامله مني ما بينك وبينهم والو؟ يلا بغيت نجاوبه، هو يقول لي ما انا باك ما انت ولدي. هو يقطع عليا. عرفتي تزيرت في هاد اللقطه هادي. قالت لي يا اكرام مالك؟ شفت فيها وانا نبدا نسب فيها. ما هي اللي خرجت عليا جداني حتى ساعدت النهار الاول، دابا حرت شنو ندير؟ بانت لي اكرامه تغيرات بزاف ولكن ما تسوقتش ليها، حيت هي السبب دابا مني الوالد قال لي هاد الهضره هادي، ودابا مخبي بحال شي شفار. واش هاد النحس هذا؟ نط من بلاصتي دوشت خرجت، لقيت اكرام صاوبه واحد الماكله حاطاها. كليت انا وياه وحتى واحد ما كيدوي مع الاخر. سالينا وجمعت انا وياه الطابله وهي تقول لي واخا عيرتيني لا فوت مني، انا بصح اللي خلقت لك هاد المشاكل هادو. قلت ليها دابا اللي فات مات، خصنا نفكروا شنو غادي نديرو، راه مشكل هذا. قالت لي خصنا نخرجوا بعدا من هاد الدار هادي، راه يقدروا يعرفونا. مع قالت هاد الهضره ويبان ليا مول الدار دخل. قلت ليه شفتك جيتي بكري؟ قال لي غير ما كايناش الخدمه. قلت ليه شوف غنخليوك هاد الساعه خصنا نمشيو. قال لي غيبقاو معايا ما عنديش مشكل تونسوني. قلت ليه دوماج خصنا ضروري نمشيو ما بغينا صداع شي حد. قال لي اللي بان لك اخويا. سلمنا معاه وخرجنا غاديين في الطريق وكندويو شويه وحنا نسمعوه. ها هما ها هما كيفاش خوتنا كيجبدونا والله ما عرفت. كنسمع تبع تبع والدرديك بانوا لي خوتنا من مورايا ضربناها بواحد الجريه انا وياها، وهي تبان لينا السطافيط ديال البوليس مبلاصيه في واحد القنص. قلت لاكرامه نمشيو نقولوها ليهم. قالت لي لا شوف راه عصابه كبيره وخايبين، وراه خدامين معاهم حتى شي وحدين من البوليس، غيقدروا يشدونا هنايا ويديونا ويعطيونا ليهم. يلا نعلقوا. ضربتها بجريه درت مع واحد الدوره بان لي واحد خونا بلاصه واحد الموطور كبير، وهبط دخل واحد الساكه. مشيت للموطور ديريكت وكان فيه الكونتاك ديماريت، ركبتها من مورايا داكشي ديال الجيتيه وانا نهرب. منين هربنا الخوت داك خونا خرج كيغوت، البوليس تلفتوا لجهتنا وهما يتبعونا، لا هما لا ديك العصابه بجوج متابعينا. حنا غاديين بالموطور وهما تابعينا بالطوموبيلات. انا موراك الجهد كامل ديال الموطور، اكرام معنقاني بالجهد. خرجنا ليهم من المدينه ودخلنا مع شي تخربيق تما وشي دواور حتى وصلنا لواحد الغابه. دخلت ليها وخوتنا باقيين تابعيننا. كاين هنا الحجر والشجر، غادي موراك حافظ انا هاد الغابه فيتني درت فيها سبور، ولكن الموطور ما كيساعدش في هاد الحجر هذا. المهم البوليس تلفتهم حتى العصابه تلفات. بقيت موراك حتى تعكل ليا الموطور في واحد القنت وحنا نطيحوا بجوج، ولكن ماشي شي طيحه خايبه. انا مع الخلعه وقفت بالزربه، اكرام بانت ليا توعتت في رجلها، هزيتها فوق من كتافي وتميت غادي بها حتى وصلنا حتى واحد الشجره كبيره. كان حداها واحد الكوان بحال شي عشه تما. حطيت اكرام وريحت. قلت ليها توعتي بزاف. قالت لي ماشي مشكل غير مني بعدنا عليهم. بان ليا واحد الزيف مليوح في ديك الغابه، نطت هزيته حزمت ليها بيا رجليها وهي تبدا تشوف فيا. قالت لي شكرا بزاف. ما عرفتش شنو ندير باش نرد لك هذا الخير كامل اللي درتي معايا. قلت لي هاني صافي ما حدي معاك ما تخافي من حتى شي مخلوق. شدت لي في يدي وحنيت راسي وهي تهزو بيديها وباسني من حنكي. نقول لكم الاحساس باش حسيت شويه ديال التبوريشه وصافي.
ما عاودت انا بسها وما بوسات في حنكه وصافي. داكشي ديال لامور داكشي رومانسي ماشي حاجه اللي ما هياش. بقينا كندوي وقالت لي ياك ما عندك شي بنت في حياتك؟ قلت لها لا. وانتي؟ قالت لي حتى انايا. قلت لها انا ما عمرني بغيت شي بنت حتى شفتك. قلبي ارتاح ليك واخا طرا هادشي كامل قلبي بحال لا. قال لي ما تخلاش عليك. قالت لي بصح هادشي كله كاين؟ قلت لها اه هادشي اللي كاين وهذه هي الصراحه. قالت لي حتى انا حسيت براحه معك. شحال من واحد كان كيحاول يدير معايا علاقه ولكن كان رفض. قلت لها انا دابا تقدري ديري معايا علاقه؟ قالت لي تسنى نفكر. قلت لها خذي راحتك. قالت لي غير كنضحك معك. اه موافقه ولكن ما تتخلاش عليا. قلت لها انا ماشي بحالهم، انا ولد الناس وعندي غير نيشان. تكات على كتفي وبدا كيظلم الحال تما وكان البرد بزاف. الحمد لله لابست جاكيطه ولكن عطيتها الاكرام تلبسها. بدات كتعاود لي على والديها وكيف دوزات حياتها معاهم قبل ما يموتوا. بقات كدوي حتى نعسات. انا بقيت فايق شاد العصه وكنفكر في الوالده حتى داني الناس. فقت مع الصباح ما غادي نحل عينيا بانوا لي واحد جوج ديال السينيغاليين، واحد فيهم حاط لي عصا على وجهي. يا ربي السلامه كيبانوا فيهم غير السنان. ما شفتهم بديت كنفيق في اكرام. فقت وتخلعات وهي تقرب لعندي. قلت لهم السلام وهما يقولوا لي عطينا البنت اللي معاك الا بغيتي تمشي بخير. قالوها بالدارجه. نط وانا نشنق على امه. قلت لي كيفاش نعطيك البنت؟ ويضربني داك اللي معاه بواحد الكروشي وخوكم مع لونطريما ما تقصحتش. نيت زربت على واحد ضربته دماغه حتى هو ما تقصحش. وانا ندخل لي واحد ديريكت للعين ديالو خليته شاد في عينه. جا عندي صاحبو دير فيها واير ضربته بشمال طاح بالزربه. بديت كنشف لمو على وجهه. موت اكرام بشويه ما كان ضارها رجليها وبقينا غاديين هاربين. بقينا غاديين حتى خرجنا من ديك الغابه للشارع. داك الشارع بحال قلتو شانطي وصافي ما كيدوزوش منه طوموبيلات بزاف. بقينا واقفين شحال حتى بانت لي واحد الطوموبيل جايه. وقفتها وحل لي مولاها الجاج وقال لي سلام ياك لاباس. قلت لي واخا توصلنا للمدينه؟ قال لي ركب اخويا ركب. كان خونا راكب هو ومراتو دري صغير. ركبنا اللور حدا الدري الصغير وتمينا غاديين في الطريق. قال لي شفتكم مهلوكين بزاف كان تابعكم شي حد؟ قلت لي اه واحد الشفاره وهربنا منهم ودابا بغيناك توصلنا للمدينه نقلبوا على شي دار نسكنوا فيها. قال لي شوف انا ومراتي عندنا واحد الدار كبيره فيلا واحد السفلي فيها خاوي الا بغيتي تجلس فيه بين ما وجدوا الفلوس وتخلص ليا الكرا فيه الا بغيتي. انا غير بغيت نوقف معاكم ولكن تكون راجل هادشي اللي قلتي هو اللي يكون بصح. قلت لي غنتقلوا عليكم وقيله. قال لي ما تقولش هكا ما عنديش مشكل حتى وكان توقف على رجليك وخلص ليا الكرا. قلت لي الله يحفظك اخويا. بقينا غاديين واحد الساعه تقريبا وصلنا لديك الفيلا ديال خونا. ما شاء الله فيلا كبيره. نزلنا من الطوموبيل حل عساس الباب تمينا داخلين وهما كيرحبوا بينا. الجردة كانت كبيرة. حسيت بيه بحال بغا غير يعاوننا ما هامو لا كرا لا والو. خونا غير قال ديك الكرا باش يخلي لي عزة النفس قدام إكرام. كانوا مستيكين الفيلا بزاف الناس باينة فيهم لاباس عليهم. كتشوف فيها إكرام وكتبسم هو يقول لي داك الراجل اللي كان سميتو حميد تبعني نوريكم فين غتجلسوا. قلت لي شكرا أخويا. بقينا غاديين من موراه حتى دخلنا لداك السفلي اللي كان مسدود حلو بالساروت ودخلنا ليه. قال لي ارتاحوا مع راسكم انا غنمشي عند المدام واللي بغيتوها قولوها للخدامه غتولي تهبط عندكم حتى لهنا. قلت لي شكرا. بقيت انا حال فمي ما عمري ما لقيت شي مخلوق في المغرب يكون ظريف بحال هاد خونا هذا. دخلنا لدارهم كاع واخا ما كيعرفناش ويتيق بينا. دخلت انا واكرام للبيت. قالت لي شفتي الناس اللي عايشين؟ كانت كتحشي لي الهضره. قلت لي نهار مزوج نسكن مراتي في براكه. قالت لي شكون مراتك؟ قلت لها واه باقي ما عرفناش وهي ضربني الكتفي. قالت لي يا حمار. قلت لها واش انت بغيتيني نبدا نتعاير معاك هنا؟ شديتها من شعرها وقربتها لعندي وقلت لها انا غنوريك الحمار شنو كيسوى. بقيت مزيره وكنضحك معاها عرفتو داك اللعب اللي كوبل وصافي. المهم كملوا من عقلكم. منين تهزلنا وسدينا الباب وقع داك الشيء اللي كيوقع باللي كوبل. انا ما كنحملش ندخل في التفاصيل هادو. حتى سمعنا الدقان لبسنا حوايجنا مشيت حليت الباب كتبان لي الخدامه وقالت لي طلعوا لتحت راه سيدي كيتسناكم باش تغداو مجموعين. قلت لها شكرا احنا طالعين. مشات وقلت الإكرام يلا نقصيو. طلعنا وبانوا لنا الناس جالسين. مشينا جلسنا حداهم. السلام السلام. جابت الخدامه الغداء وش منك يا شلاضه وعواصر والحومات وديسير داكشي ناضي طابله عمرات. هو يقول لنا داك السيد حميد
بسم الله كلوا دغداكم. بدينا كناكلوا، انا طحت ما واللي بانت ليا كنحطها في امي شويه وهي تقاسمي اكرام. هزيت راسي شفت فيها وهي دير ليا براسها، نشوف راجلو مراتو ما شفتهم بان ليا كيوكل في مراتو. وانا نفهم حتى انا بديت كنوكل اكرام، راجلو مراتو بداو كيضحكوا علينا، بقينا كنقشبوا معاهم. سالينا الغدا، جات الخدامه جمعات راجلو مراتو، مشاو لبيوتهم حتى حنا كذلك هبطنا. دخلت دوشت وخرجت جلست حدا اكرام، كانت هي كتفرج وانا نتكى ضربتها بناسه. ما فيقاتني غير اكرام كتقول لي سير شوفه الباب ما عرفت مالو ما بغاش يتحل. ما مشيت بديت كنحل في الباب ديال ديك الدار اللي لتحت، ونسمع داك الراجل حدا الباب مسوره الباب منه بغا وكيدوي مع البوليس. قال لهم راه عندي جوج اللي كتقلبوا عليهم ودايرينهم في الجورنال، جيو دغيا راه ساد عليهم في الدار التحتانيه. مع سمعت هاد الهضره هادي رجعت للور، خبطت الباب على حار جهدي ما بغاش يتهرس، بقيت كنضرب فيه بجد كنضرب حتى طاح داك الباب. قلت لإكرام تبعيني، ما خرجنا بان لي السيد قدامي جاو يتلقى ليا وانا ندفعو في الدروج ديال الباب اللي كيخرج لبرا. وهبطنا حنا حلينا الباب، هو تم جاي واحد السيكيريتي بغى يضربني بكروشيه، خويت عليه وانا ندفعو في البيسي اللي كان في الجنب. كانت حدايا واحد العصا الزيته بدا كيطلع وانا نضربو لراسو طاح عاوتاني. يلا بغيت نحل الباب الرئيسي وهم يبانو ليا البوليس واقفين قدام الباب صطافيط من بلاصيا، وواحد فيهم هز فردي قال لي حط ديك العصا اللي في يدك وجلس وطراك الارض ولا ما غيعجبك حال. شفت في اكرام، حطيت ديك العصا وتكالميت. جو جوج داروا لي المينوط، حتى اكرام داروا ليها المينوط وطلعونا في الصطافيط. اللي ما فهمتش انه من يطلعونا في الصطافيط غطاو لينا ريوسنا، بقينا غاديين حتى كتبان ليا الصطافيط وقفات. نزلونا وما عارفش راسي فين كاين، ما كانوا مضرقين لينا وجاهنا. سمعت واحد خونا كيقول ها هما جبناهم ليكم كيما وصيتونا، هو يقول ليه لاخر، وهو يقول ليه لاخر حتى انا داكشي باش وعدتك ها الباليزه موجوده راه فيها الفلوس اللي قلتي هاك. انا كنقول هاد خوتنا اش باغين يديروا لينا. الصطافيط تحركات وشدونا واحد جوج تقريبا وطلعونا لواحد الطوموبيل وديمارات. بقينا غاديين ساقلين واحد الساعه عاد وقفت الطوموبيل. نزلوني غاديين بيا شويه كنسمعهم حلوا واحد الباب ودخلوني. بداو كيربطوا فيا في واحد الكرسي عاد غادي يحيدوا لي الغطاء من راسي. ما حيدوه وما يبانوا لي دوك خوتنا اللي ضربت كاينين تما ومعهم واحد جوج صحاح عامرين بزاف واقفين على الصح، وكتبان لي اكرام حتى هي شادينها وكتشوف فيا وكتبكي. قلت يخ على هاد الحاله هادي وصلت لها، واخا كاك ما كنتش مخلوع يديروا اللي بغاو. واحد فيهم غادي يجي لعندي وغادي يدخل فيا بكروشيه في وجهي، وحده في كرشي ود الحرام دوخني ديال بصح. انا مربوط ما عندي ما ندير. ديك الساعه عاوتاني جا وضربني شويه، بان لي واحد خونا اخر دخل كان راجل قدو قد الواليد تقريبا. مشى عند اكرام وهو يقول ليها هادي تسيني لي على الوراق، لا ما تخليني نستعمل معاك العنف، واختك سينات لينا باقا غير انت. وهي تقول لهم كيفاش اختي سينات، هو يقول لهم جيبوها. خرجوا واحد جوج، انا غير حالف امي ما فاهم حتى شي حاجه، باغي نرجع غير عند مهمتي الصراحه. شويه كيبانوا لي مدخلين واحد البنت ومكرصه وجهها عامره بالدمايات. ما شافتها اكرام تعصبات وبدات كتغوت، وهي تدفل على داك خونا اللي عرفت بلي هو عمها، وهو يجمع معاه بواحد التصرفقه حاره. وانا نقول لي مالك حقاره بنادم، زعما راك عمهم حن فيهم شويه، راه ولاد خوك هادو. واش هادشي كله على قبل الفلوس؟ الله يحرق بو عائشه فهاد الكره الارضيه مع بحالك نتايا. شاف فيا واحد الشوفه في شكال كانت بارده وبدا كيصفق. قال لي دير فيها بطل، ها انت اللي فشلتي لي الخطه ديالي، راني موجد لك مفاجاه. هو يقول للرجال ديالو ديو عليا، جاو هزوني بالكرسي ديالي اللي رابطيني معاه. اكرام بدات كتغوت وكتقول بعدو منو شنو داير ليكم. داوني لواحد البيت اخر كان مظلم، دخلوني ليها وهما يبداو الخوت كي يجيبوا شي سلوكه وكيضربوني بالضو في الجسم ديالي. ما كيحنوش كاع تريسينتي ولا فيا شعري وقف. تخيلوا معايا تحرقت شحال من بلاصه في الجسد ديالي، وكانوا كيضربوا فيا بواحد الحديدات واحد التعذيب داروا ليا ما تبغيش لعدوك، ولكن نخليهم من النوم اللي خلقهم. بقيت صابر وهما كيعذبوا فيا حتى غيبت. فاش فقت كنلقى راسي مليوح في واحد الخلا في غير الزبل ومبهدل عامر بالدمايات. واحد شويه ما قدتش نتحرك حتى كنسمع تليفوني كيصوني. قلت الحمد لله باقي في جيبي، جبت التليفون وجاوبت. قلت الو السلام عليكم. سمعت واحد قال لي ايوا كي جاتك مفاجاه زوينه باش تعلم تدخل سوق راسك.
قلت لي كون كنت راجل كون واجهتيني انت ماشي تصيفط لي الكلاب ديالك. وشوف غتقرب الاكرام غيكون هذاك هو النهار الاخر في حياتك. قال لي واش عارف ما كدوي يا ولدي انت راك بحال البخوشه قدامي. هو يقطع عليا ولد الكلبه. دابا انا ما عارف حتى فين كاين. نط بزز غادي في الطريق ديك الزباله. كنتمشى درت من واحد الدوره وانا نسمع واحد الغوات ديال شي دري. مشيت تبعت الصوت بانوا لي واحد جوج شادين واحد دري صغير وكيصرفقوا فيه. انا مهلوك وخاكك ولكن زيرت راسي وقلت لهم بعدو من الدري شنو دار ليكم. تلفت واحد فيهم ما شفتو عرفتو من ديك العصابه نيت خوتنا حاكمين هذا القنت كامل. مشيت لجيتو وانا نشنق عليه. صاحبو سلت في حالو ما عرفني وهو يقول لي هذاك اللي شانق عليه تفرق عليا ما بيني وبينك والو. قلت لي ضحكتيني يوم ياكلوا لك رفيسه. داك الدري الصغير قال لي ضرب دين امو ضربو يعرفوا غير حقروا على بنادم. قلت لي علاش بغاو يحقروا عليك. هو جبد من جيبو واحد الخنيشه صغيره حلها وكتبان لي واحد الجوهره فيها كتبان لي مضويه باينه ساويه الثمن. قلت ليه فين لقيتيها؟ قال لي ضربو عاد نعاود ليك فين لقيتها. حتى انا ماشي من العاكزين كنفكر القتله اللي عطاوني قلت نبغيها فيه. طيحته وبديت كنشتف عليه وحتى داك الدري الصغير بدا كيضرب فيه كيشتف عليه حتى هو. بقينا كنضربو فيه حتى ما بقاش قاد يتحرك. قلت للدري جيب لي شي قنبه نربطو في ديك الشجره حتى دخونا راني باقي محتاجو. مشى الدري وانا جريت خونا حدا الشجره بقيت كنتسنى في الدري كيقلب في الزباله حتى جاو جايب معاه قنبه ربطناه بها حدا الشجره وكان تما غير الخلا غير الزبل مليوح وكاين الشانطي. مشينا ريحنا في واحد الكوان مقابلين معاه. الدري قال لي صحيح مع راسك. قلت ليه صحيح هو الفكرو اللي كيعوم مع الغيس وغيولي التريني غتولي انت صحيح. قال لي ان شاء الله. قلت ليه عندك والديك؟ قال لي ماتوا مني كنت عندي 6 سنين ودابا مقطع بيا الحبل. وبدا كيبكي. جريت لعندي عنقته وقلت ليه ما تبكيش انت راجل ما خصكش تبكي ديرني بحال خوك. بقيت كنهدئ فيه حتى برد وانا نقول ليه غنشوف لك ديك الجوهره. عطاها لي بقيت كنشوف فيها وقلت لي دابا غتعاود ليا منين جبتيها. قال لي هذاك اللي ضربتي راه من عصابه كبيره الشاف ديال ديك العصابه كان جا عندنا لهاد الدوار لحدا الزباله. كان جا عند شي ناس تما عندو معاهم شي شغل وانا بقيت مقابلهم. وقفوا مع داك السيد عطاو شي فلوس وعطاهم شي حاجه. المهم السيد فاش كان راجع لطوموبيلته طاحت لي هاد اللعيبه هادي هاد الجوهره هادي. انا بقيت كنتسلت خديتها وهربت. داك السيد دار روينه في داك الدوار ديالنا منين عرف الجوهره عندي وقالوا لي شكون هو الدري اللي كان مقابلهم. بدا كيصيفط في الرجال ديالو كيقلبوا عليا باش نعطيها ليهم. قلت لي وشوف انت تشفر راك شفرتي رد لي زبلو انت اللي باغي الصداع. قال لي حتى هو خدم مني اعز الناس في قلبي ما كيسواوش قدام هاد الجوهره هادي اللي كتشوف. قلت لي كيفاش فهمني. قال لي هاد الشاف ديال هاد العصابه هادي قتل لي والديا وقدامي ماتوا قدامي وما كرهتش يكون قدامي هو دابا وما كرهتش يكون عندي شي فردين بقى غير تيري فيه. انا تصدمت منين قال لي هاد الهضره هادي. او هاد خونا اللي كيجي اكرام زعما عمها شرير حتى للدرجه هادي. دابا زاد الحقد في قلبي عرفت بلي هذا مافيوزي كيقتل عباد الله وكيدي لهم الاراضي ديالهم وفلوسهم وغادي نحاول نقضي عليه بحال هذا ما خصوش يبقى عايش اللي قاتل الوالدين هاد الدري الصغير قدام عيني. قلت للدري الصغير شنو سماك الله؟ قال لي عثمان. قلت لي انا هشام. قال لي متشرفين. قلت لي ما تخافش ان شاء الله حقك غادي نرجعه لك وانا درتهم من بين عيني دابا غنرجع حتى الحقوق ديال كاع اللي ظلموهم. قال لي الدوار ديالنا راه ما في حالهمش راه كياخذ لهم فلوسهم. قلت لي كيفاش كياخذ لهم فلوسهم؟ قال لي كيجيو ما كيخليهمش يحرثوا الارض ديالهم الا ما خلصوش. قلت لي ما بقى والو غياخذ الجزاء ديالو. بقيت كندوي معاه شويه كيبان لي هذاك خونا اللي ربطناه فاق نضنا لعندو. قال لي شنو بغيتي عندي؟ اش بغيتي عندي اخويا؟ اللي بغيتيها نعطيها لك غير طلقني بغيت نمشي في حالي. قلت لي بغيتك توريني البلاصه فين كاينه العصابه وتوريني البلايص اللي نقدر ندخل منهم لديك البلاصه بلا ما يشوفني حتى شي واحد وديك الساعه سير فيما بغيتي. قال لي واخا خويا. شوف انا عايش على قبل الوالده خصني نجيب لها طرف ديال الخبز. قلت لي ما تخافش غير كون راجل وما يخصك حتى شي خير. مشيت لعند الدري الصغير قلت لي خصك تخبي ديك الجوهره. مشيت معاه حتى دفناها وعقدنا على البلاصه وحنا نطلقوا داك خونا. قلت ليه يلا وريني البلاصه ديال العصابه. مشيت انا وياه والدري الصغير بقينا غاديين وطلعت الشمس شموسات وكنت مبهدل ديال بصح كنبان في واحد الحاله خايبه. وصلنا حدا واحد الفيرما كبيره تما كبيره بزاف. قال لي اخونا هذه هي البلاصه ولا بغيتو تدخلوا ليها تبعوني. بقينا غاديين معاه دانا من مور الفيرما
كاين واحد الباب ديال العود صغير، خونا بدا كيركل فيه بشويه، قلت لي حيد حيد، ضربته هو يتحل. دخل خونا وتمينا تابعينه. خونا كان عارف البلايص مزيان هنايا، خصكش دير الصداع، كاين هنا رجال. يلاه قالها وما يبانوا لنا واحد جوج خوتنا كيطلعوا في ديك البلاصه فين كاينين حنايا. شافونا هما يجيو كيجريو، زربت عليهم بالزربه، ضربتهم طيحتهم وضربنا بجريه في وسط ديك الفيرما. بقينا كنجريو في ديك الفيرما وكنتخباو. كانوا رجال، كل قنيه فيه جوج ديال الرجال، ولكن شي بلايص خاوين. قلت لذاك خونا البنت اللي كانت معايا فينا هي، قال لي شوف الدريات بجوج اللي كانوا معاك كاينين في واحد البيت ليه، راه وحده فيهم سميتها اكرام. بعدا قلت لي ايه فين هو البيت، داني وحده واحد البيت. قلت لي شكرا بزاف، شكرا وسمح لي ضربتك. بقى كيشوف فيا وبدا كيتمشى، بديت كنضرب في داك الباب ديال البيت ما بغاش يتهرس، حتى سمعت لواته جاي من الداخل ديال البيت. ضربت على حار جهدي، تحل الباب وما يبانوا لي واحد جوج من ديك العصابه، شادين اخت اكرام واكرام بغاو يحيدوا لهم حوايجهم. هنا الدم سخن، دغيا مشيت كنجريت لحيت على واحد جريتو من عنقو، بقيت كنقش فيه، والاخر تيبغي يضربني كيجيبها في صاحبه. جريت واحد فيهم ضربت ليه راسو مع الطابله وانا نتلع على الاخر، بقيت كنقش فيه وضربته بواحد النص. خوكم مدرينين وخوتنا ما كانوش مدرينين كاع، طاح. يلا بغيت ندور هو يبان لي الاخر جي كيجري لجهتي، حتى بان لي الدري الصغير هز واحد الحديده وضربو ديريكت للبلاصه ديك المنطقه الحساسه اللي الا ضربتي فيها شي واحد كيطيح كاو. المهم هي هذيك، طاح واحد فيهم بقى كينزل عليه داك الدري بالحديده، الاخر هرب. كانوا رابطين اكرام اختها، حليت لهم داكشي ونوضتهم، بانوا لي معدين عليهم بلاصه ما بقوا قادرين حتى يدويو. اكرام غير كتشوف فيا وكتبكي، يلا غادي نخرجوا من البيت حتى كنتلاقاو، يلا غادي نخرجوا من البيت حتى كنتلاقاو بعمهم جاي. كانوا معاه بزاف ديال الرجال هازين واحد الحديدات في يديهم، وكاين اللي هاز جنويه. قال لي هذاك عمهم، هاي هاي على البطل رجعتي تنقد عشيقتك، ولكن اليوم غنصفي عليك باش نرتاح منك كاع، حتى داك البرهوش اللي معاك كيف ما قتلت ليه والدي غادي نقتلو حتى هو. قلت ليه ها انت قتلتينا شنو غادي تستافد، ها وها هما كاع كتبوا لك حقهم في سميتك، ولكن شوف ليا في الاخره مني غادي تحاسب مع اللي خلقك. ويقول لي هاي 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 داير فيها فقيه، وهو يقول دوك الرجال اللي معاك قتلوهم بجوج وخليو البنات بغيتهم حيين. يلا جاي لعندنا، تراجعت انا هو الدري الصغير واكرام اختها، دخلنا لذاك البيت. بان لي داك خونا اللي ضربنا باقي طايح، اللي ضربو الدري بالحديده بان لي فردي في الجنب ديالو خاشي في السروال من اللور. جا غير داك الفردي وانا نطلق تلقى في السما، قلت ليهم واحد فيكم غير قارب غنتيري فيه. بقيت واقف في الباب ديال البيت من الداخل وهما على برا، باش تخيلوا المشهد طروادي. واحد فيهم بغى يجبد السلاح ديالو كيقرب، تيريت فيه ديريكت لراسو، ما عرفتش كيفاش جبتها فيه اصلا، طاح قدام صحابه. وقلت لهم بعدو خليونا نخرجوا فحالنا الا باغي كل واحد فيكم يبقى عايش. خوتنا حلوا لينا الطريق منين ندوزو، خرجنا كنجريوه حتى بعدنا عاد تبعونا. يلا غادي نخرج من الباب القدامي، كان واحد السوق صغير غادي نمشيو نقزو منه. شديت الدري الصغير لحتو دغيا فوق السوق، هما يبانوا ليا الرجال ديال عم اكرام جايين. هاد المره طالقين واحد المالينوا، بان ليا المالينوا وانا نتخلع، مالينوا ما معاه لونطريما. نقزات اخت اكرام الولد جارها وانا نطلع فوق من السور باش نجر اكرام حيت دارينا رجليها. يلا غادي نطلع تقربت تطلع وهي تزلق ليا ايدي مع ايدها وهي طيح. جاو دغيا دوك الرجال ديال عمها شدوها، انا ما عندي ما ندير، هربت ما عندي ما ندير كاع، وتزادوا الاشخاص ومعاهم الكلاب. دابا قالت لي اخت اكرام ما نقدرش انا نهرب ونخلي اختي. قلت ليها ما تخافيش غادي نرجع لها وكنوعدك، غير يلا نهربوا. شديت لها في يديها وغادي كنجريو، وداك الدري الصغير قال لي يلا نديكم لواحد البلاصه ما غاديش يقشعونا فيها كاع. قلت لي سير على مولانا. يلا تمينا غادي تابعين تما، قطعنا واحد الواد كان ناشف وطلعنا، بانت لينا واحد الدار تما دق فيها هو، خرج واحد راجل كبير ويقول وليدي عثمان فين غبرتي، ما بقيتيش كتجي تشوفني. قال لي عثمان غير ما كنتش مسالي وانا معاك دابا، ويقول لي دخل. شافنا ويقول لي هاد الناس معاك، قال لي عثمان اه، ويقول لنا تفضلوا الدار داركم. توكلنا على الله ودخلنا، راه حبينا داك السيد ومشى هو وعثمان لواحد البيت دخلوا ليه. كنت كنسمعهم كيدويو وما عرفتش شنو بينو وبين عثمان، ما انا عارف عثمان لحد الان مقطوع من الشجره، غتكون شي قصه بيناتهم ما علينا.
بقيت مريح مع اخت اكرامه كانت سميتها خديجه. قلت لها سنيتي لعمك الاملاك ديالك؟ قالت لي اه. ما عندي ما ندير. قلت لها صافي صافي ما تخافيش، حقك غادي يرجع لك ان شاء الله، وحتى اختك، وغادي تعيشوا مزيان. قالت لي شكرا بزاف، الحمد لله بقينا اولاد الناس بحالك. وانا نسمع ديك هزيت راسي بالي داك الراجل الكبير ومع عثمان، ويقول لنا داك الراجل سميتي احمد؟ قلت لي مشرفين. ويقول لنا دولي يا عثمان على شنو وقع عليكم، وانا ان شاء الله غنعاونكم. انا استغربت كيفاش غادي يعاوننا وهو راجل كبير. قلت ليه كيفاش غادي تعاوننا؟ فهمني. قال لي غنجمع ولاد هاد الدوار هذا وحتى الدوار اللي من مورانا ونمشيو معاكم، راهم محلفين عليه، غادا لهم رزقهم ويتمهم كاع شي وحدين، غادي نتجمعوا غنمشيو نهجموا عليه نحيدوا الخوف ديالنا منه. قلت ليه راه هاد الناس شكون اللي غادي يجمعهم ويدوي معاهم؟ حنا ما كيعرفوناش. نقز عثمان وقال لي سي احمد راه كلمته مسموعه في الدوار هذا، كلشي كيحتارمو، وراه كان شريكه مع الشاف ديال ديك العصابه، ودابا عفا عليه الله. قلت للسي احمد صافي حنا معاك. قال لي تسناو نمشي نلبس فوقيتي ونمشيو باش نجمعوا الناس. خرجنا من الدار انا وخديجه وعثمان كنتسناو في السي احمد، شويه بان لي جايه، ومشينا مجموعين كندقوا في الديور. كيدوي معاهم السي احمد وكيقول لهم من هنا لساعه نتلاقاو فواحد القهوه كاينه في الدوار. قال لهم بلي باغيكم شي حاجه مهمه. بقينا كندورو حتى دارنا الدوار كامل، حتى الدوار اللي من موراه، وقصدنا ديك القهوه، قهوه عاديه عرفتو دوك القهاوي ديال الدواور. جلسنا دوينا مع مولاها قلنا لي شنو غنديرو. قال السي احمد مرحبا بك السي احمد، قهوه ديالك. جلسنا فواحد الطابله كنتسناو بنادم يتجمع باش ندويو. كنا مريحين شويه بدا كيبان لي بنادم كيدخل. وقفنا كنتسناو حتى كلشي يتجمع عاد ندويو في المعقول. كان شي 30 دقيقة كلشي تجمع وهو يدوي السي احمد وقال لهم عارفيني علاش جبتكم لهنايا؟ قالوا ليه لا. هو يقول لهم جمعتكم باش نديرو ايد في ايد ونهجموا على عنتر والعصابة ديالو. انا هنا سولت خديجة قلت لها واش عمك سميتو عنتر؟ قالت لي اه. جاني الضحك وقلت لها كون جبنا لي غير عبلة وتهنينا باش يدوي معاه يبعد على الطريقة هادي. تبسمات حتى هي وهي تقول لي اسكت راه الناس كيشوفوا فينا. قلت لها هو ساكت. بنادم منين قال ليهم السي احمد نهجموا على عنتر كاين اللي ما بغاش وخايف على راسو، وكاين اللي زعم باغي يمشي يواجهو. وهو يقول ليهم السي احمد راكم عارفين شنو داير ليكم، دا ليكم رزقكم، يتم فيكم شي وحدين، دا ليكم بلاداتكم صحه تسنيتو لي عليها، ما عطاكم لا فلوس لا والو، اللي متفق معايا يهز يدو، واللي ما بغاش هانيه، حنا بغينا غير نتهناو من الصداع والحقره ديالو. هز واحد يدو قال ليه انا معاك السي احمد، وهو يقول للاخرين هزوا حتى نتوما يديكم ما خصناش نبقاو خايفين. وانتبهوا واحد اخر هز حتى هو ايدو، وما يهزوا كاع الاولاد ديال الدوار الكبار والصغار ايديهم وكيقولوا اليوم نقتلوا عنتر، اليوم تهناو منه. وانا نقول لخديجه غادي يبقى فيك الا مات عمك. قالت لي انا باغاه يموت وما باغاش في نفس الوقت يموت، هو عمي ولكن يستاهل الموت. نقز عجمان وقال لها حرمني من والدي قدام عينيا، وكيف ما قتلهم وقتل شحال ديال الناس حتى وخصو ينال الجزاء ديالو، خصو يموت. قالت لي الله يرحمهم والله يغفر ليهم سمح لي. وهو يقول السي احمد للناس في الليل من مور العشاء ان شاء الله من يتصليو يكون كل شيء واجد. قالوا ليه الناس ديال الدوار احنا معاك السي احمد. هو يقول لهم اللي عنده شي دار يمشي ليها، واللي عنده شي شغل يمشي يقضيه، من مور العشاء بغيت كل شيء نلقاه. صافي منين دوا معاهم كل شيء تفرتك، اللي عنده شي شغل يمشي يكملو. هو يقول لنا السي احمد يلا نمشيو للدار نوجدو شنو غنديرو. قلت ليه على مولانا. ما خرجنا من القهوه غاديين في الطريق كنتمشاو، كانوا واحد جوج مجمعين مريحين عاطيننا بالدار حدا واحد الشجره. سمعنا واحد حتى قال لاخر هادشي راه خصنا نوصلوه للشاف عنتر باش يصفيها للسي احمد ودوك البراهش اللي معاه. السي احمد مشى قصدهم ديريكت، شنق عليهم بجوج ما شاف وجههم، ويقول لهم احمد الحسين، وكان كيخنزر فيهم. قالوا ليه غادي تطلق منا ولا غادي نوليو معاك شي حاجه خايبه؟ قال لهم كان كيحسب ليا ضعيفين ولاد الناس، ساعه نتوما طلعتوا منهم، يلا بغى واحد فيهم يضربوا بكروشي ويشد لي السي احمد يدو ويضربوا النيفور عافو. ونصل الفوقيه اللي كان لابس بقى غير بواحد البيلس ماطي وسروال ديال السيرفيت. كنا كان كيتريني باينه فيه صدمني، انا في الاول حقرته كيبان لي راجل كبير، ساعه حقر العود يا ميك، عطاهم واحد القتله جهنميه بجوج. انا غير كنتفرج، كنت باغي ندخل في الاول، ولكن مني بان ليا
كيوكل فيهم العصا. بقيت غير كنشوف وحال فمي شويه تم جاي لعندنا ويقول لينا يلا نمشيو للدار. قلت لي راه عطيتيهم علاش كيقلبوا؟ كنت كنتمتم تمينا غادينا للدار هو يبدا يضحك عثمان كيفهمني ولد العبد عرفني تزغريت منه. دخلنا للدار ريحنا في واحد الصالون تما مجموعين مشى عثمان يجيب لينا واحد الورقه والسيلو جابهم وبدا السي احمد كيورينا في الفيرما ديال عنتر كيف دايره كيورينا منين ندخلوا الى اخره حيت هو حافظه مزيان. بقى كل واحد فينا كيعطي راي ديالو حتى كل واحد خاد المهمه اللي غادي يتكلف بها. سالينا نط خديجه للكوزينه طيب الماكله وخا ما كاينش منين دوز ليا الماكله ولكن كنا ما واكلينش خصنا ناكلو. بقيت مريح انا وعثمان والسي احمد كندويو. عاود لينا السي احمد واحد النكته بقيت غير كنضحك ما سكتش حتى نزلت ليا واحد الدمعه من عينيا. فكرت الوالده الخوت هنايا كيف غادي تكون وما كنت عزيز عليها بزاف. هو يقول لي السي احمد مالك كتبكي بحال شي دغيا صغير. قلت لي راه تفكرت الوالده توحشتها دابا 5 ايام ما شفتهاش. قال لي دابا ترجع لعندها غير تهنى. بقى كيواسي فيا وعثمان قال لي يا قلتي لي راجل ما كيبكيش. ضحكني ولد الحرام وخا ما فيا ما نضحك. بقاو مفاجينا عليا حتى جابت خديجه الغدا واحد الطويجين حطاتو شم ريحته من راس ديال الدرب. سمينا على الله وبدينا كناكلو قصينا وسالينا. انا بدا داك الطاجين ما نط حتى ساليتو مزيان. جمعت خديجه الطابله درنا القيلوله الخوت حيت السي احمد كان كيحتارم القيلوله لا سياسه حاجه اساسيه في حياته. ما فقنا حتى ل 6:30. العشاء كان كيأذن مع 8 بقى ساعتين باش نفذوا المهمه ديالنا. فقنا وبدا كيقول لي السي احمد خصك تكون صحيح هاد الليله هادي خصك تكون شجاع راه كاينين معنا الناس دابا بزاف ماشي بوحدك. السيد كان معول عليا بحال مكتوبه ليا في جبهتي فاندام ولكن توكل على الله كاينه غير موت وحده بعدا خديجه وعثمان غيبقاو في الدار. انا قلتها ليهم حيت نخاف طرا لشي واحد فيهم شي حاجه. خديجه كتقول لي ما ترجعش الا ما رجعتيش اختي معاك راني ما نعيش بلا بها هي اللي عندي في الدنيا هادي. قلت ليها كوني هانيه. بقينا كندويو حتى وصل الاذان ديال العشاء. توضينا انا والسي احمد وتمينا خارجين. خديجه كانت كتبكي وعثمان كيقول لي حضي راسك وبغيتك منين ترجع تقول لي انتقمت لك منه. قلت ليه كون هاني. تمينا غادي للجامع وصلنا دخلنا ليه صلينا مع الجماعه وخرجنا مشينا ديريكت للقهوه. بدا بنادم كيتجمع ها اللي هاز جنويه كاين اللي هاز حديده ولا عصا الناس معولين باغيين يصفيو العنتر. جمع كلشي وحنا نتحركوا غادي في وسط الخلاوات وبزاف ديال الناس معنا بحال غادي نحاروا الصحراء. نسيت الصحراء شحال هادي. غادي انا والسي احمد لقدام شويه حنا ندخلوا من واحد البلاصه عامره الشجر غادي وخايف. بدينا كنسمعوا التقاقيب والهضره قلت صافي خوتنا عارفيننا جايين. ما خرجنا من الشجره لواحد القنت بحال خاوي كانوا واقفين 15 واحد هزينا جنويات طوال. انا ما هز في يدي والو. قال لنا واحد معاهم غادي نطراجعو منين جيتو ولا ما غادي يعجبكم حال. هو نقص السي احمد وقال ليه اللي في جهدك ديرو نتوما شكون في ملك الله اللي غادي تخلعونا. تمو جايين كيجريو بدوك الجناوه ديالهم. انا اللي كيجي لعندي كندفعو ولا كنضربو بنص وكنبعد من الجناوه حيت ما هز معايا حتى شي حاجه باش ندافع. بقيت هكاك حتى طاح واحد خونا هز حديده هزيتها وبديت كنضرب بها في بنادم. كنشوف السي احمد مضارب وبنادم مضارب وروينه نايضه بحال شي حرب اهليه. واحد اللقطه قال لي السي احمد رد البال ما فهمتش والو ويدفعني بان لي واحد خونا جاي هز واحد السيف كان بغى يضربني به. شد ليه السي احمد في يدو ويضربو بواحد النص. انا ديك الساعه صافي تعصبت هزيت داك السيف ديال خونا وبديت كنشارك في بنادم اللي لقيتو قدامي كنضربو بالسيف. مابقيتش كنخمم لا نطيح شي روح ولا شي حاجه. بقينا هكاك حيت تعصبت بزاف. كنقلب على داك الشاف ديالهم ما بانش ليا. كنا مطايفين معاهم حتى صفيناهم كاملين. من بعد وحنا نكملوا طريقنا ماتوا معنا الناس قلال تقريبا وكاين اللي تضرب كل شنو وقع ليه. وصلنا للفيرما وكنا موجدين عندنا حرب هادي. هرسنا الباب الرئيسي وحنا ندخلوا بانوا لينا الرجال ديال عنتر اللي بقاو جايين بغاو يضربونا. هجمنا عليهم عاوتاني. حنا كنا كثار منهم دغيا طيحناهم وكانوا فيهم شي وحدين خايفين. وهنا هو يخرج عنتر كان رابط اكرام من عنقه وشاده واحد جوج ديال الجغوله صحاح حراس ديالو واقفين حداه شادين السلاحات. هاد المره ما شفتو رابط اكرام بحال شي كلب هكاك. واخا هو الكلب هنايا ما زيرتش راسي تميت غادي كنجري لعندو وهو يتيري فيا واحد فيهم بفردي. جات ليا فرجلي ومع الدم سخون بقيت كنجري. ما وصلت حدا عنتر بغيت نضربو بواحد الكروشي
وما يزيروني جوج رجال ديالو كانوا هازين السلاح. منين حكموني انا رجال ديال القبيله اللي كانوا معايا كلهم وقفوا حيت شافوا السلاح وهما ما عندهمش الفراده كاع. هزوا عليا السلاحات ودوك الرجال اللي باقين كيغوتوا ولكن ما قدا والو. جا عندي عنتر حتى الحدايا دفل عليا وصرفقني. بقيت غير كنشوف فيه هو جا اكرام لجهته وقال لي هادي يا حبيبتك غادي نعضها بحال الجفاف وانت غير حفر قبرك. شوف مشيتي فيها لا انت لا هي. هنا الرجال كيغوتوا وانا كنحاول نعيط ليهم ولكن ما قدوش يجيو حيت السلاح. وسمعنا القرطاس كيتيرا في السماء واحد شويه ويا توقف واحد الطوموبيل بلاصه اللور. حل الشيفور الباب ويطلع فيها عنتر وجار اكرام ومشى معاه واحد خونا يدو ليمنا. انا باقي بغيت نوض كنزير راسي باش نمنعهم. الساعه باقي جوج ديال الرجال ديالو واقفين واحد فيهم حط لي الفردي على راسي. بقيت كنشوف في الطوموبيل واكرام كتبكي وعنتر كيصرفق فيها وتحركات الطوموبيل. تخيلوا معايا الدموع نزلوا لي من عيني. واحد الاحساس حسيت به خايب. داك خونا اللي هز عليا الفردي قال لي شهد خصك ما تبقاش عايش. قلت لي شوف انت كاع قتلتيني واش ما عندك شويه ديال الرحمه؟ راه هو مشى دابا. انت الا قتلتيني الناس ديال القبيله غادي ياكلوك. انت كتشوف فيهم الا شافوني مت وخا السلاح غير زعمو خليك عايش. تخيل كون انت كتبغي شي بنت ويبغيو يفرقوك عليها ها ما غاديش تخليهم. حتى انا راه كنترجاك خليني نمشي نعتقى من داك بنادم. بقى كيشوف فيا ويقول لي حتى انا كنت كنبغي واحد البنت ومات ولكن خصني نقتلك. هذا وعد وعدته العنتر. راه هو اللي اعتق ليا والديا من الموت خصني نرجع ليه خيرو. وشاهد دغيا. هنا غمضت عيني وبديت كنشاهد فعلا وانا نسمع الصوت ديال واحد الجويجه ديك الباروده ديال الدوار تضرب. حليت عينيا كيبان لي خونا اللي كان بغى يقتلني طايح في الارض وعامر دمايات وصاحبه هرب. بديت كنتلفت شكون تيرا فيه. بان لي داك خونا اللي كان عاوننا باش دخلنا للفيرما الى عقلتو عليه داك اللي خدام اصلا مع عنتر داك اللي ضرب عثمان. تيرا فيه وفاجئني كان واقف فوق واحد الصور بعيد شويه. تلاحيت انا هزيت السلاح ديال داك اللي طاح وتيريت في داك خونا اللي كان هارب. رجال ديال القبيله هنايا زامو بزاف ودخلوا في شي رجال كانوا باقين ديال عنتر مخبين. جا عندي داك خونا اللي اعتقني وعطاني واحد السوارت قال لي هادو ديال واحد الموطور كبير محطوط. قلت لي منين جاك؟ قال لي ماشي وقت هاد الهضره هادي سير اعتقها. عنقته وانا كنعرج وشكرته بزاف. كنسمع الصوت ديال السي احمد كيعيط ليا وقال لي بغيتك توفي بالوعد اللي عطيتي لخديجه وعثمان. قلت لي كون هاني. مشيت كنعرج هكاك وركبت فوق داك الموطور ديماريتو عفط عفطه وحده غادي والغباريه من مورايا. وصلت للشانطي غادي موراك على حر الجهد ديال الموطور. شويه ويا تبان لي الطوموبيل اللي ركب فيها انت فرحت وكيتابعها وكنتيري في الطوموبيل بداك الفردي اللي كان عندي. ما عرفتش الخوت كيفاش درت حتى بقيت واقف اصلا. بان لي واحد خونا كيطل من الشارجم ديال الطوموبيله وبدا كيتيري تا هو عليا. انا كنحاول نخوي عليه واخا كان ظلام ديك الساعه. بقينا غاديين حتى خرجوا واحد جوج مماطر من مورايا وكيتيريو عليا نيت انايا. عرفتهم شي وحدين من الرجال ديال عنتر. ما قدوه فيل زادو فيلا. حسيت الخوت بقرطاسه ضرباتني لظهري وبقيت سايق الموطور تابع الطوموبيل. خوتنا من مورايا كيتيريو بالقرطاس تقول شي فيلم ديال الاكشن ولا شي فيلم هندي. بقينا على داك الحال مده حتى شميت ريحه ديال البحر عرفت بلي قربنا ليه. ما كانش بعيد بزاف. الطوموبيله بانت لي وقفت قدام واحد الفيلا تما قريبه من البحر وبان لي نزل منها عنتر وجار اكرام ومعه دوك لي سيكوريتي ديالو. انا نزلت من الموطور وما قادش نوقف كاع. بقيت غادي بحال كنزحف لجهتهم حتى دوك اللي كانوا تابعيني بالماطر نزلوا جاو لعندنا كانوا هازين عليا فردي وانا بديت كنزومي بالفردي على عنتر. قلت لي طلق اكرام. ما سمعنيش في الاول وبديت كنغوت حتى سمعني. قلت لي طلق اكرام ولا ما غيعجبك حال. هو يقول لي انت دابا خصك تغبر من قدامي. قلت لي ما غاديش نرجع في حالي حتى ترجع معايا اكرام. قال لي بغيتي نطلق اكرام؟ ها؟ قلت لي اه. قال لي بشرط واحد. قلت لي شنو هو؟ قال لي ما غاديش ندويو هنايا. قلت لي واخا غير وعدني باش تطلقها ندويو فين ما بغيتي. شاف فيا وابتسم وتم غادي داخل الفيلا. وقفت انا بشويه بشويه وبقيت غادي تابعه كنشوف في اكرام وهي كتشوف فيا ومخلوعه وهي كتقول لي هشام عندك عندك وكانت كتغوت. ما غادي ندور حسيت بواحد الحديده جاتني في راسي طحت في الارض غيبت. حليت عينيا كنلقى راسي في واحد البيت مظلم مربوط ولكن دايرين لي الدواء في دوك الضربات اللي فيا وباينه شي طبيب اللي داواني. بديت كنغوت حتى
دخل عندي واحد خونا قال لي سكتنا ولا توحشي العصا، قلت لي طلقني ولا غادي تندم، قال لي صافي انا غنطلقك. جا جيتي هو يدخل فيا بواحد راس عافني، ما كفاش هادشي اللي واقع ليا. كان خونا واحد الصلع راسه بحال الحديده، جاتني قاصحه ديك الدماغ اللي عطاني. من بعد هو يقول لي تعاود تغوت ولا شي حاجه نعطي لخويا شي مسيمنات عندي واجدين، مسيمنات بالفورماج. هو يخرج وسد الباب. بديت كنشوف في حالتي مضروب كامل بحال الكلب، كيف كنت وكيف وليت. اش هادشي وقع ليا يا سيدي ربي؟ الله يخرج هاد العاقبه على خير. بقيت مريح في ديك البلاصه مطحطح بالمزيان، جاب الله داواوني. بديت كنحس بلي كنفقد الوعي ديالي. واحد شويه بديت كنشوف اكرام داخله وجايه كتجري مع المقاني وكتبوس فيا وكتحل لي داكشي اللي باش مربوط، حتى تكب عليا واحد السطال ديال الماء. حليت عيني عرفت بلي كنت غير كنحلم ولا كنهتهت بداكشي اللي فيا. كنت غير كنحلم. لقيت عنتر واقف قدامي ومعاه واحد جوج ديال خوتنا وحداهم الطبيب. شفت هذاك الطبيب لبس اللبسه ديال الطب، عرفت هو اللي داواني. عاود جا عاوتاني نقى لي الجرح مزيان وداواني بالمزيان. حسيت براسي شويه. خرج داك الطبيب وبقى عنتر كيشوف فيا شوفات ديال الخضر. ما بقيتش قاد ندوي معاه. قال لي هشام شفت فيه وانا مخنزر، ويقول لي الا بغيتي هاد القصه تسالي وترجع منين جيتي ومعك اكرام. قلت لي هادشي اللي بغيت ما كرهتش. قال لي بغيت نكلفك بواحد المهمه مزيانه. قلت لي انا معاك غير طلقنا في حالنا، كون قد كلمتك. قال لي على حنا دابا دراري صغار. قلت لي شناهي هاد المهمه؟ قال لي غادي تسافر لكازابلانكا باش تجيب لي واحد الالماسه محتاجها. قلت لي وكيف غادي ندير حتى نجيبها لك؟ قال لي غادي نصيفط معاك واحد من الرجال دياولي هو اللي غادي يوريك شنو غادير. قلت لي واخا موافق. قلتها لي بلا ما نفكر. قال لي دابا عجبتيني ولكن راني باقي ما كملتش الهضره ديالي، خاصك تاخذ عاوتاني الالماسه اللي عند عثمان، ولا جبتي لي هاد جوج الماسات غادي نقضي معاك الغرض، راه كاينين غير خمسه بحال هاد الالماسات في العالم كامل. قلت ليه كون هاني كون هاني غنقضي لك غرض غير غطلقنا صافي. هو يقول لي منين غادي تجيبهم غادي نعطيك مكافاه واحده اخرى، حتى اكرام ما غاديش ناخذ لها حقها وما عمرني غادي ناديها. قلت ليه صافي صافي واخا. قال للرجال دياولو طلقوه وطلعوه للبيت يرتاحوا سدوا عليه. جاو حيدوا لي داكشي اللي كانوا رابطيني به. وهو يقول لي عنتر غطلع لذاك البيت ويمكن لك تشوف اكرام ديك الساعه. يا ما يمكنش ليها تخرج من هنايا الا ما جيتيش انت وجبتي معك الالماسات. دابا غادي خصك ترتاح حتى تولي بخير باش تقضي المهمه، وما تنساش الا ما جبتيش دوك الالماسات ما عمرك غادي تبقى تشوفها ولا حتى تعيش مرتاح. كان كيهدد فيا ولكن ما عندي ما ندير. داوني داك البيت الخوت لقيت اكرام كاينه فيه متكيه ناعسه مسكينه تعذبات، ولكن الله كل واحد وشنو مكتب ليه، كل واحد كيفاش غيعيش. كاين اللي غادي يعيش مزيان في الدنيا وكاين اللي غادي يعيش مزيان في الاخره. دخلت لعند اكرام وهما هي موقفيني غير بزز، جلست حداها في الفراش ومشاو هما وسدوا علينا. ما بغيتش نفيقها، جلست حداها وكنتامل فيها. الوجع عندها فيه البراءه، كاين اللي عطاتو كاين اللي زواتو. شديت لها في شعرها وبديت كنلعب به وكنقول لها ما تخافيش غادي يرجع كلشي كيف ما كان، غير صبري ما عمرني غادي نتخلى عليك. هنا وهي تحل عينيها فاقت، ما شافتني بدات كتعنق فيا وانا بدا كنغوت حيت وركت ليا على جهه الجرح. وهي تقول لي هشام حسب لي طرات لك شي حاجه، سمح لي بسببي طرا لك هادشي كامل، سمح لي بعدتك على والديك، سمح لي بزاف. قلت لها ما تقوليش هاد الهضره، قريب غيرجع كلشي كيف ما كان. هنا هما يدخلوا رجال عاوتاني وداوني لواحد البيت اخر، حطوا لي الماكله وكلشي وخلوني نرتاح. من هنا دازت مده وانا عندهم في ديك الفيلا، الماكله كناكلها على حسابهم ومالين فيا حتى وليت بخير. اكرام كنت كنشوفها يوميا، كنا نورمال. منين عرفني غندير ليه مهمه مبقى كيادي فينا حتى واحد. وصل النهار اللي خصني نمشي للمهمه، تواداتت مع اكرام وقلت لها خصني ننفذ هاد المهمه. قالت لي شمن مهمه حيت ما كان فراسها والو. قلت لها غادي نرجع وغادي نعاود لك كلشي ان شاء الله. باسني من فمي هاد المره قدام داك عمها، اصلا بحال هاد العمه هذا ما نقولش لي عمي. خرجت من عندها غادي مع عنتر ودخلنا لواحد البيت هامر بالسلاحات. وهو يقول لي خذ السلاح اللي عجبك. بقيت كندور في عيني هو يبان لي واحد السلاح مزيان، خديته. هو يعيط عنتر على واحد خونا جا عندنا، سلم عليه وعليا وقال لي عنتر بدر واجد. قال لي داك خونا واجد. هو يشوف فيا عنتر وقال لي بدر هو اللي غادي يوريك كيف تنفذ هاد المهمه هادي، غير سمع منه. قلت ليه صافي 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 عنتر غير كون قد كلمتك،
ويبدا كيضحك ولد العبد. خرجنا من الفيرما انا وداك خونا، بانت لي واحد البي ام دبليو كحله واقفه قدامنا. قال لي داك خونا هذه هي الطوموبيل اللي غنمشيو فيها، بغيتك تكون شجاع وزي راسك، كون شجاع باش ترجع اكرام وباش ترجع انت عند الناس اللي كتبغي. ركبت انا وبادر في الطوموبيل، هو اللي سايق. البلان الاولاني خصني نمشي عند عثمان ناخذ من عنده ديك الجوهره عاد نصافو لكازا. هي هادي قلت ليه نمشيو عند السي احمد، ديمار الطوموبيل وداني للدار ديال السي احمد. نزلت من الطوموبيل، بادر بغى ينزل، قلت ليه لا انت غير بقى في الطوموبيل انا راجع عندك. مشيت واقف حدا الدار ديال السي احمد وما بغيتش ندق عليه ولا نشوفه حتى نرجع من كازا. دارت من مور الدار كنقلب بلي عثمان جالس فواحد القنت بوحدو. عيط ليه ومع شافني جا لعندي كيجيري، قال لي فينا اكرام واش قتلتي عنتر؟ قلت ليه من بعد وغنعاود ليك، وريني فين حطينا ديك الجوهره راني محتاجها خاصاني. قال لي تبعني. مشيت معاه حتى وصلنا للبلاصه فين كنا، وصلنا ليها وبدينا كنحفروا وما لقيناش ديك الجوهره. قلت لي واش متاكد هذه هي البلاصه؟ قال لي راني عاقل مزيان. ايوا هنا مصيبه كحله. كنقول فين غتكون هاد الجوهره فهاد الزباله كامله؟ بقيت جالس وكنفكر فين غادي تكون. شويه ويقول لي عثمان راني عارف شكون اللي غيكون خداها. قلت لي شكون هو هذا اللي غياخدها؟ قال لي ما كاين اللي غياخدها من قدك اللي عتقك من الموت من رجال ديال عنتر. قلت لي وباش عرف هو؟ قال لي من بعد نقول لك. قلت لي واخا عارفو فين غيكون دابا؟ قال لي عارف، يلا نمشيو عنده راه كاين واحد الدار ديالو كيجلس فيها. تحركنا حتى وصلنا لواحد الدار وقال لي عثمان هي هادي. دقيت في الباب، خرجت عندي واحد المراه قلت لها كاين ولدك خالتي؟ قالت لي تسنى نكلمو ليك. انا ما عرفتش حتى سميتو، سولت عثمان شنو سميتو قال لي عز الدين. مع ذكرته ويخرج جبد الزرواطه يبان الكلب. هي هاديك، سلمت انا وياه وقلت لي بلا صداع بلا مشاكل غتعطيني الجوهره اللي خديتي. قال لي شمن جوهره؟ ويقول لي عثمان سكت، نهار كنا كندفنو فيها انت شفتينا فين حطيناها. ويقول لي جوهره. شوف اخويا هشام دابا كتهمني بلي شفرت ليك هاد الجوهره، وبدا طالق عليا الخيبره ديالو. جبد داك الفردي اللي كان عندي وهو يقول لي صافي صافي حبس، انا غنقول لك فين كاينه، غير حيد السلاح دابا ريح راه غتشوفنا الوالده حساب لها شي حاجه خايبه. حيد السلاح ويقول له الوالده انا جاي، وهو يسد الباب. غادي في الطريق وهو يقول لي ديك الجوهره راه بعتها، انا شفتكم ملي كنتو كتحفروا كنت سامر، ولكن ما فراسيش بلي البرهوش غيكون شافني. خنزير فيه عثمان قال لي انا ماشي برهوش، انا سمعت ديك باع الجوهره شنقت عليه. قلت لي كيفاش بعتيها؟ واش باغي تخرج عليا؟ قال لي انا غنوريك لمن بعتها سير تفاهم معاه. قلت لي يلاه وريني وجه النحس، كون ما جات حشومه غادي نقتلك هنايا. بقيت غادي معاه غير الخلات تما والقيفار، حتى خرجنا الشانطي شدينا طاكسي ومشينا موده. وانا كنفكر في داك خونا اللي خليته كيتسناني في الطوموبيل داك بادر. وصلنا لواحد الفيلاج صغير وفي واحد خونا كيبيع الدابة وهاد المجوهرات. يلا بينا ندخلوا لعندو، هو يقول لي عز الدين انا غادي نبقى هنا نتسناكم. قلت لي كيفاش؟ واش باغي تسطيني؟ دخل معايا ما تخلينيش نتعصب، راك عارفني، دخل معايا. راني ماشي انا اللي بعتها، انت اللي بعتيها. بقى كيشوف فيا ودخلنا. سلمنا مع السيد وهو يقول لي عز الدين خويا بغيتك ترد لي داك الجوهره اللي عطيتك وغادي نرد لك فلوسك. هو يقول لهم المحال كيفاش نرد ديك الجوهره؟ يحسب لك دخل الحمام بحال خروجو. تبايعنا وتشارينا. قال لي عز الدين هذيك الجوهره ساويه ثمن كبير، وانت غير قولبتيني في ذاك الثمن اللي عطيتيني. قال لي ماندي ما ندير لك، ديك الساعه مني عارفه غاليه ما تبيعهاش ليا. انا تعصبت وانا جبت السلاح، شنقت على خونا وحط لي الفردي في راسو ومعون تيري عليه. قلت ليه دابا واش غادي تحط الجوهره ولا غتموت؟ بدا كيقفقف وقال لي صافي 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 انا غنجي نجيبها لك، صافي حيد السلاح. بقيت حاضي، دخل لواحد البيت في المحل ديالو وجابها فواحد البواطه. تاكدت من الجوهره درتها في جيبي ويقول لي عثمان غادي تاخذها؟ قلت لي لا من بعد ونشرح لك. ما خرجنا من المحل بانوا لي الديتيات ديال البوليس واقفين، وخونا عيط لهم منين دخل البيت ويبدا يغوت واحد وراه شفاره شفاره شدوهم. انا هزيت عثمان فوق من كتافي وعلقنا. عز الدين غبر ما شاف البوليس طار من حدايا. غادي كنجريو والبوليس تابعينا بالماطر، هو يقول لي عثمان دخل من هاد الدرب هذا راني حافظ هنايا ما يقدروش يتبعونا. دخلت منه عنده الصح، ما بقاوش تابعينا، داك الدرب كان مضيق غادي كنجري به. شويه درنا مع واحد الدوره هما يبانوا لينا واحد ثلاثه شادين السيوفه وحاطين الشراب كيشربوا. دزت من حداهم وقلت لهم السلام، وينقز واحد فيهم
قال لي انت كيفاش السلام؟ ناضوا بثلاثه زيروني في واحد القنت وقالوا لي حط داكشي اللي عندك، انت ما كتسكنش في هاد الدربه هذا علاش دخل ليه؟ قلت لي شوف انا غير دايز من هنايا حتى انا غني ولد الشعب بحالكم. قال لي بلا هضره بزاف، حط داكشي اللي عندك ولا غناخذ ليك كلشي صحه. حطيتها شمال الارض وقلت ليه دابا دويش معاك بالاداب، الساعه انت راس قاصح. جبد داك الفردي السلاح كيزري كلشي ما شافوه، جاتهم الخلعه وعلقوا بثلاثه اودي معاه من عايشين. بقينا غادي نوزد داك الدربه الخوت اللي كان كيتلف بحال كدور في بلاصتك. الحمد لله عثمان عارف الطريق مزيان. بقينا غادي حتى خرجنا للشارع وشدينا طاكسي ديريكت للدار ديال السي احمد. قلت لعثمان انا غادي دابا لكازا عندي ما يده وغادي نرجع تهلا في خديجه والسي احمد. قال لي صافي وما تعطلش علينا. قلت لي ما تخافش. مشيت للطوموبيل وما عرفتش علاش عثمان مسكين ما سولنيش على الجوهره علاش بغيتها، كان تيق فيا بزاف. قصدت تبادر وقلت لي ياك ما تعطلت. قال لي تعطلتي بزاف. قلت لي راه قضيت واحد الغرض يلا ديماري ما عندناش الوقت. مع ديمارا الخوت بان لي السي احمد وخديجه خارجين من الدار. شفتهم وانا نقول ليه عفط الصاط هي هذيك تحركنا. الحمد لله ما شافوناش، كنا شافوني كون شدوني بالهضره غيبقاو عليا فين اكرام ولاش ما جاتش معاك. حنا خرجنا من الدوار شادين الطريق. قلت لبادر انا غادي الناس ملي نوصلوا فيقني. قال لي صافي. غمضت عيني وحسيت براحه. بديت كنحلم بلي راجع للدار ولقيت واحد الكنازه قدام الدار. مشيت نشوف شنو كاين. لقيت الوالده ماتت وما تيقتش وبقيت كنغوت. وشافني الوالد قال لي سير فين كنتي بسبب قتلتيها. هذه هي الحلمه ديالي لخصها لكم. نط من الحلمه مخلوع عريان في بلاصتي. قلت لبادر رجعني في حالي، ما بقيتش باغي ننفذ لا مهمه لا والو، باغي نرجع غير عند مهمتي. قال لي انت مالك من الصباح كتركل وانت ناعس؟ شرب ليك الما شويه راه قربنا نوصلوا لكازا. تنفست وقلت الحمد لله غير حلمه هذه، يا ربي ما يكونش واقع شي حاجه للوالده. وصلنا لكازا والزحامات وغواج شلال البلاصه اللي غادي ناخذ منها الجوهره كانت في واحد الدرب. وقفنا تما نعت ليا بادر الدار اللي كاينه فيها شفتها وبديت كنخطط كيف غادي ناخذها. بانوا لي شي ناس خارجين من ديك الدار ربعه ديال الرجال وباينه مدرينين يعني خوتنا حاضين الدار، كانوا مربين واحد اللحيه طويله. بقيت غير كنشوف منين شفت هاد الربعه هادو كي قلت لكم طاح عليا الضيم. خوتنا باينين صحاح وانا بوحدي كي غادي ندير لهاد الشيء. بقيت مريح مع بادر وكنفكر في هاد الحريره ويقول ليها نوض سير راه عندك السلاح. خونا جالس كيزعم فيا وضلحرا هادي كازا ولا قتلت شي واحد بالسلاح دغيا غيوقف عليا المخزن غيحسب ليهم ارهابي. هاد خونا يحسب ليه باقي في الخلا والدوار ما كاين لا بوليس لا جوندارم تما. شربت واحد القرعه ديال الماء ضربت السلاح في الجيب ونزلت من الطوموبيل. قلت لبادر ما تمشي فين؟ قال لي كون هاني. بقيت غادي من الطوموبيل كنتمشى بالي واحد خونا واقف حدا واحد الدار كيتكيف. مشيت لعندو قلت لي السلام ومع شاف فيا. قال لي وعليكم السلام. قلت ليه واخا نريح حداك؟ قال لي مرحبا. ريحت ويعطيني تكيف معاه. قلت لي لا لا غير بصحتك انا ما كنكميش. بقيت كنقشم معاه شويه وانا نلوح ليه شكون ساكن في ديك الدار. نعدت عليه وبقى كيشوف فيا. قال لي علاش باغي تدخل تما؟ قلت ليه غير سولتك. قال لي تما كاين واحد البزناس كبير ساكن في ديك الدار خدامين معاه بزاف ديال الرجال وديال البوليس، شاري السوق مزيان وخطير ما كيقدر يدخل عليه حتى شي واحد. قلت ليه ولا بغيت ندخل ليها بلا ما يعيق شي واحد كي ندير؟ خونا كان مكيف وقال لي عندك بلان واحد هو طلع من السطح ديالنا ديال دارنا حيت دارنا ملاصقه مع ديك الدار. طلع ونقز وغادي تخرج في هاد الدار هادي ولكن الا شدوك مشيتي فيها كفته. قلت ليه واش تعاوني؟ باغي ندخل لهاد الدار ونتهلا في خويا بالمزيان. قال لي ما عندي حتى شي مشكل ولكن تهلا فيا. باينه فيك خصيم ولكن خاصك تهلا فيا. قلت ليه كون هاني غنتهلا فيك هو يقول لي واش انت بوليسي؟ قلت ليه لا غير عندي واحد البلان. هو يسكت. قال لي عاوتاني الا بغيتي دابا تدخل ليه انا عاونك ولكن ما شفتيني ما شفتك. قلت ليه لا ما تخافش من هاد القضيه هادي ما نجبدكش كاع. قال لي ويلا نمشيو. مشيت معاه للدار ودخلنا. كان ساكن هو واحد خو الصغير والديه على ما قال ماتو. طلعنا للسطح ويقول لي يلا علاش اتفقنا؟ قلت ليه اه سنة تسنى وانا نمشي للشارج مني يشلي على الطوموبيل ديال بادر. قلت لي غتسير لعندو قول لي مصيفطني عندك هشام وهو غيعطيك داكشي اللي بغيتي. قال لي صافي انا غنمشي عندو ولكن لا ما كاين والو غادي نفرش هادشي كامل. قلت لي صافي كون راجل عطيتك الكلمه سير. قال لي سير انت نقز يلا. مشيت للقنت ديال السطح طلعت بشويه وهبطت في السطح ديال البزناس. بقيت غادي وانا نسمع شي واحد كيحل في الباب ديال السطح. مشيت تخبيش في واحد البلاصه وبقيت حاضيه. ديك البلاصه كان واحد البرميل محطوط في القنت بقيت مخبي من موراه. بقيت حاضي خونا
منين تلفت شفت في البرميل كانوا شله برامل محطوطين تما، برميل حدا برميل، والوز ديالهم بان لي واحد البيتبول متكي كيشوف فيا. من بعد ما دار حتى شي حركه ولا حس، غير كيشوف فيا. شفتو يبرد لي الماء في ركابي، واحد شويه وبان لي خارج نيابو. بيتبول فقنت، اخونا فقنت، شنو غندير انا وحلت هنايا. جريت اللقطه ديال البرميل وانا نطيحو. هذاك خونا بدا كيدور، بيتبول كينبح، هذاك كيقول شكون كاين هنايا، شكون كاين هنايا. قرب لحدايا وحدا الكلب وكيقول له روكي سكوت سكوت. كيقرب وانا نتلع عليه قجيتو، سديت لي فمو وبقيت كنقج فيه. غير الحمد لله الكلب كان مربوط على الخوت وما كرا ردني كفتانيت. بقيت كنقج فيه حتى فقد الوعي ديالو. جريتو لواحد القنت وربطت ليه بالسنطه ديال السروال يديه مزيان مع رجليه، وانا نسد ليه فمو بواحد التريكو كنت لابسو. خليت خونا تما وتميت غادي من الباب ديال السطح. غادي وكنت خباوها هابط في الدروش، كنطل بانوا ليا شي وحدينا جالسين في واحد الطابله كيلعبوا الكارطه وكيكميو في الحشيش، وقدامهم ليكستا غير مشبحه تما، كاع انواع ديال المخدرات كانوا تما. بان ليا واحد فيهم ناض وتم طالع حتى هو بغى يطلع للسطح. رجعت للنور حتى الباب ديال السطح لداخل، والكلب كان كينبح، يمكن سمع النباح ديال الكلب وتم طالع. ما حل الباب ديال السطح وانا نضرب مو براس ديال السلاح وانا نطيحو الارض. حيت لي حوايجو لبستهم. هاد اللعيبه كنت شفتها في هيتمان، في الجو ديال هيتمان على الله تصدق. لبس لي حوايجو وانا نجرو وحده صحيبو. صحيبو كان باقي فاقد الوعي، كنقلب باش غادي نربطو، بانت لي واحد القنبه معلقه في واحد الحديده باينه كانوا كيربطو بها الحولي ديال العيد. ربطو مزيان وسديت لي فمو حتى هو، درت الكاسكيطه ديالو حتى هي باش ما يشكوش فيا. غادي هابط مع الدروج دقه دقه ودست محدا خوتنا ما دوا معايا حتى واحد. دست من واحد القنت ويقول لي واحد فيهم الساط تكلم الزعيم راه كيسول فيك. انا كنت حاضر راسي ما كنشوفش فيهم وهما مبوقين كاملين، ويقول لي جيب معاك شي واحد من الرجال راه بغاكم الزعيم بجوج. حركت راسي زعما واخا وبقيت غادي. بان لي واحد البيت كبير غيكون فيه البزناس الكبير ديالهم. دقيت في الباب ديال البيت وانا نسمع دخل، حليت الباب وداخل حاني راسي كنشوف غير بنص عين. بان لي واحد خونا جالس في واحد المكتب لحمو كله وشام وباين عليه مخصر في وجهه. قلت ليه زعيم باغيني؟ قال لي اه. هو وقف من بلاصتو وانا فيا الخلعه، ولكن مني كنتفكر اكرام واخا يكون قدامي سبع نطايف معاه. وقف قدامي وبدا كيدور عليا وقال لي غادي نكلفك باش تمشي تجيب ليا واحد السلعه ودي معاك شي واحد من الرجال ديالنا. قالها ودار عطاني بظهره وانا نشنق عليه مزيان من اللوقه. جيتو وصيرتو، جبت الفردي وحطيتو ليه فوق من راسو. قلت ليه تحرك ندفن امك هنايا. دار لعندي بشويه وقال لي شكون انت؟ شكون مصيفطك؟ دوي الباروش. قلت ليه الباروش وانا نعطي لمو بواحد الضربه بلا ما ندير الحس. بين خوتنا ما كيزعموش يدخلوا عليه بلا ما يدقوا، وانا نقول ليه جاي عندك باغي ناخذ واحد الجوهره وصيني شي ناس. قالوا لي عندك غناخذها وغنرجع في حالي بلا صداع. قال لي جوهره باغيها؟ قلت لي اه. وانا كان متريني من فراسي هادشي كامل وما كيخافش، هو يزرب عليا وحيد لي الفردي. ضربني بواحد البونيه ويلوح الفردي من يدو، حيد واحد الكويره كان لابسه وانا كان مطراسي باينه فيه حداد ديال بصح. بغى يضربني وانا خويا لي وضربتو لراسو برجلي. شد خونا في راسو هو يتعصب، جارني من رجلي بالزربه ولاحني فوق من المكتب شويه، بدا كيدخل ليا في البونيات وانا غير صابر ومزير. طيحني عاوتاني وبدا كيخشي ليا شويه، جبد واحد الموس من جيبو يلا بغى يضربني به وانا ندفعو هو يطيح خونا. بالي الفردي حدايا هزيتو قلت ليه دابا غادي تجبد الجوهره ولا غنقتل امك. راك ما كتعرفنيش مني كنتعصب. سمعت الرجال ديالو كيدقوا في الباب بغاو يدخلوا، قالوا لي واش وقع شي حاجه؟ حركت الفردي زعما الا قلتي شي حاجه ما هياش غنتيري فيك. قال لي ما وقع حتى حاجه، ما نترينيش شويه، ما باقي حتى حد يجي لعندي. مشاو خوتنا، مشى لواحد المجر خونا وانا هز عليه السلاح. حل المجر وجبد الجوهره وقال لي بغيتيها؟ قلت لي اه. اعطيني الزبل وخليني نمشي في حالي. قال لي غتقول لي شكون مصيفطك ونعطيها لك. ما قلتيش والله ما غتاخذها. قلت لي مصيفطني عندك عنتر يلا عطيني. مد لي الجوهره الخوت وبقيت مفاجئ، بقيت مفاجئ حيت عطاها لي بصح. هنا وما يدخلوا واحد جوج ديال الرجال ديالو ما شافوني هز على الزعيم ديالهم فردي، حتى هما جبدوا عليا الفراده ويقول لهم الزعيم ديالهم هبطوا السلاح. بقيت انا هز عليه الفردي، تلاحيت انا على الزعيم ديالهم وانا نزيرو وحطيت لي الفردي على راسو ويقول لهم هبطوا السلاح. انا بقيت هز عليه الفردي وكنت رعد. قلت لي زيد قدامي
حتى الباب ولا غنتيري فيك. خرجت من البيت وحط عليه الفردي ومع شافوني رجال كاملين اللي في الدار جاو كيجريو. قلت لهم اللي قرب غادي نقتلو. بقى كلشي بعيد وبقيت غادي بيه حتى وصلنا للباب الرئيسي. وهنا بانوا لي دوك اللي كنت شفت صحاحه مربي اللحية قدام الباب. ما شافوني يلاه بغاو يجيو لعندي هو يقول لهم داك الزعيم ديالهم غير ريحو خليوه. خرجت للزنقه هز عليه السلاح قربته للطوموبيل وانا نركلو وانا نعطيها الجار كبش في الطوموبيل. قلت لبادر ديماري الطوموبيل دغيا، ما بغاتش الطوموبيل تحرك دغيا. ديمار بادر ولكن ما بغاتش ديماريو. الرجال ديال البزناس جايين لجهتنا كيتجاراو والعذاب ديال بصح. منين عرفت الطوموبيل ما غاديماريش خرجت منها ضربتها بالجري. الله بغيت نخرج من راس ديال الدرب بالي داك خونا اللي طلعني السطح ديالهم نقص منه لعند البزناس واقف فوق واحد الموطور. منين شافني كنجري عرفني هارب قال لي طلع طلع. طلعني خونا ويكسيري هربش معاه. يلا غادي نتلفت بانوا لي رجال ديال البزناس شادين بادر ما عندك كيف ندير ليه كون بقيت معاك وغادي يصفيو علينا بجوج. الحمد لله فلت منا. بقينا غاديين بالموطور حتى بعدنا على البلاصه. وصلنا حدا واحد الجرده وقف الموطور نزلنا وبديت كنشكر فيه قال لي هاني يا الساط راه تعشيرك تهلا فيا وكون خليتك كاع كانوا غيقتلوك. هذاك راه عمي وانا اللي عارفه. قلت لي عمك هو البزناس قال لي اه. قلت لي علاش ما قلتيش ليا في الاول قال لي كاع ما كنحمل امو مزيانه فيه. مديت لي شي فلوس كانوا عندي طشوا النمرة ديالي وقلت لي حتى جيتيني في شي حاجة عيط لي حسبني بحال خوك. قال لي الله يحفظك هانية. في غادي تمشي دابا؟ قلت لي غنمشي للمحطة نشد الكار. بغيت الكار اللي يكون غادي للرباط. قال لي انا نوصلك. قلت لي بلا ما تمحن راسك انا غادي نشد طاكسي. توادعت مع خونا بان لي واحد الطاكسي جاي شيرت عليه وركبت. قلت لي وصلني للمحطة ديال ولاد زيان. وصلني وخلصت ونزلت. دخلت من واحد القنيت في المحطة بغيت نشد الكار. كانت المحطة كبيرة بانوا لي واحد جوج ديال الشماكريه موقفين واحد البنت بحال بغاو يجريسيوها. وانا تفكر النهار اللي جات عندي اكرام كطلب فيا باش نقضها. بغيت نعاون البنت ولكن ما مساليش دابا ونقدر نكبر المشكل على راسي. غطرا شي حاجه نولي واحل اللي يجيو البوليس وانا هز معايا هاد الجوهره الغاليه. قصدت واحد خونا كيعيط رباط رباط ومشيت ركبت. بقيت مريح وبلاصه حدايا خاويه شويه ويا تبان لي واحد ختنا جايه بغات تجلس حدايا. شافت فيا قالت لي هاد البلاصه خاويه كطرطق عليا في المسكه. قلت لها اه خاويه. جلسات وما بغاتش تحبس من داك الطرطيق ديال المسكه. جبدات التليفون كبير وبدات كتصور في راسها شويه وهي تقول لي واخا تصور معايا. قلت لها علاش؟ قالت لي غير نفقص شي ناس. قلت لها واخا مرحبا كدير لها خطره. صورت معاها وصورتها بوحده شويه وعيط عليها شي واحد في التليفون جاوبات كتقول شو بدك وانا نعرفها من فصيله السواعده وبغات تفقص هاد خونا هذا. جبت تليفوني ودرت الكيشمان بقيت كنتمزك وغمضت عينيا. ترخيت واحد شويه وحسيت بهذيك اختنا مزاحماني. حليت عينيا قلت لها مالك يا اختي ياك لاباس. بقات كدوي قالت لي بغيتك تفيق باش تجمع معايا شويه. قلت واش هادي هبيله ولا مالها. بقى غادي الكار واحد شويه وهو يوقف. تحل الباب وهما يدخلوا واحد ربعه غير شفتهم مزيان عرفتهم كانوا خوتنا اللي خدامين مع البزناس. واحد فيهم قال اللي سميتو هشام يتفضل معنا بلا ما نخرجوا صحة. ما عرفتش كيفاش حتى عرفوا سميتي ولكن عرفت باللي بادر هو اللي غيكون قالها. شدوا بادر شبعوا عصا وعطاهم السميه ديالي. ما بغيتش نوض وبقيت مريح من البدا. هما يبداو كيدوروا على بنادم انا عارف اني فوجي. قلت لختنا من الصباح وانت هي مقابلاني ياك وبغيتي تصوري تصورت معك قضي معايا هاد الغرض. بقات كتشوف فيا وانا نجور على عندي بديت كنبوز فيها. وسط الكار ما تصورتش لبنادم درت هادشي غير باش ما يشوفونيش وما يديوهاش فيا. داز واحد من حدانا من دوك خوتنا اللي طلعوا للكار بقى كيشوف فينا ويزيد في حالو. انا بقيت شاد ختنا حتى نزلوا هما من الكار عاد طلقت منا. ختنا بنت لي عيات كاع بقات كتشوف فيا وقالت لي ما عليك شاك حاضر. درت لها واحد الضحكه صفراء وبديت كنطل من الشارجم كنتمنظر في الطبيعه حتى وصلنا. غادي نازل من الكار وهي تجي لعندي ختنا. قلت ليها مالك عاوتاني؟ قالت لي واخا خلي لي نمرتك دوي في الواتساب. قلت لها واخا. عطيتها النمره وقالت لي سميتي سناء ومشات. خرجت من المحطه شديت الطاكسي وصلني لدوار بوعلي. ها ودي خريامي وليت كنسكن في دوار بوعلي اللي ما فيه لا بوليس لا جوندارم لا قانون لا والو. دوار حاكمين امواليه ولكن قريب غنرجع عند امي يمشي للمدينه ويرجع كلشي كيف ما كان. وصلني الطاكسي خلصت ونزلت غادي داخل الدوار وفرحان. فرحان حيت غنعطي العنتر الجوهره ديالو غادي نتهنى من هاد الصداع كامل وغنرد معايا اكرام. وصلت حدا واحد المطعم تما شعبي كيبيعوا فيه الطواجن. دخلت مع فيا الجوع ما بقيت كناكل كاع مزيان.
ريحت، جا عندي واحد خونا قال لي اش حب الخاطر، قلت لي شي جوج بوكاديوصات ديال الكفته قاعه ديال المناضه الصغيره، قال لي مرحبا. بقيت مريح، جبت التليفون دخلت الفيسبوك، قلت لا ميساجات ما مجاوبش عليهم، دخلت الواتساب كنلقى سناء اختنا مصيفطه ليا ميساج كاتبه فيه فين الزوين خصنا نتلاقاو انا وياك، بسطتي هادي، ولكن انا ما عنديش مع هاد النوع هذا. خليت ليها فيو، جاب لي اخونا الماكله، يلا غنبدا ناكل، هو يبان لي واحد خونا دخل القهوه بدا كيغوت كيقول انترمات راه انترمات، انا غير مصدوم. مع سمعت انترمات خرجت من القهوه كنجري، حتى بنادم اللي كان جالس تما خارج باغي يشوف شنو واقع. انا غادي كنجري للفيرما ديالو، مع وصلت كيبانوا ليا السيفه ديال الرجال واقفين قدام الباب وحانين راسهم، وبنادم ديال الدوار حتى هو مجموع تما حدا الفيرما. غادي كنجري باغي نتاكد مع باقي ما متيقش انترمات، انا اللي عارفو عنده سبعه ديال الارواح. وصلت وكيبانوا ليا مخرجينو في كفن، وحط موبيل ديال الاموات واقفه قدام الباب، والناس مجموعين كاين اللي بقى فيه وكاين اللي بغاه يموت. بانت ليا اكرام خارجو مع اختها خديجه وسي احمد حتى هو وعثمان خارجين من الفيرما. ما شافني عثمان جا لعندي كيجري، قلت لي واش هادشي اللي واقع بصح؟ قال لي اه انترمات، ودابا غادي يدفنوه. اخيرا ارتحيت، قلت لي ما تقولش هكا ترحم عليه ولا والديك باش تلقى حتى انت اللي ترحم عليك. يلا بغا يدوي، قلت لي صافي عارف داكشي اللي غادي تقول، حاول دابا تنسى كلشي. خليته مشيت لعند اكرام، ما شافني بدات كتخنزر فيا وكتشوف شي شوفات بحال باغا تضربني. قلت ليها البركه في راسك من جيت عمك، بقات كتشوف فيا وهي تصرفقني قدام بنادم، مال هادي ضيعت مستقبلي على قبلها في الاخر ناخذ من عندها التصرفيقه، ولكن انا اللي حمرت باش النهار الاول كون خليتك وراها دابا ديجا في القبر، ولكن شي حاجه من مور التصرفيقه هادي. انا تعصبت وما رضيتش قدام الناس، تميت غادي في حالي وكيعيط لي السي احمد وخديجه، ولكن ما تسوقتش ليهم شويه وانا نسمع هشام بالجهد. تلفت وهي تبان لي اكرام جايه لجهتي كتجري، ومع وصلات عنقاتني قالت لي علاش خليتيني بوحدي ومشيتي حتى دابا عاد راجه. قلت لها لا راه كان مكلفني ندير واحد المهمه ودابا نفذتها باش يخلينا مرتاحين في حياتنا. قالت لي راني عارفك ما تخلاش عليا غير تخلعت، وبغيت نقول لي قبل ما يموت عمي سامح معانا وطلب السماحه بزاف، كتب لينا كاع الاملاك ديالو، وقال لي باش نبني جوج ديال الجوامع في الدوار بالفلوس ديالو، وقال لي حتى ما نتخلاش على هشام راه ولد الناس. قلت لي عمك اللي كلشي كيخاف منه وكان خايب قال هادشي كامل؟ قالت لي اه. قلت لها يمكن حس بالموت قريبه وبغيت سامح معاكم، المهم الله يرحمه، انت علاش صرفقتيني محشومه عليك؟ قالت لي الا بغيتي ترجع التصرفيقه هانيه. قلت لها عارفاني ما نصرفكش، وكاع الا صرفقتك ما غيلقاوكش هنايا. قالت لي عارفه عارفه، مشيت مع الناس ديال القبيله ندفنوا عنتر، واخا كان راجل خايب ولكن من يعرف راسو غيموت بغى يبني الجوامع احسن حاجه غيكون دارها في حياته، عارف راسو جهنم تنادي. المهم الله يغفر ليه، صلينا عليه ودفناه. غادي راجع انا والسي احمد، قال لي يا ولدي انت احسن شاب غنشوفه في حياتي، اللي غيدير مستحيل لا بنت كيبغيها، نتمنى ما تتخلاوش على بعضياتكم. قلت ليه تفرقنا غير الموت عمي، بقينا غاديين في الطريق وكيعاود لي على اياماته. انا كنتصنت ليه وكنقول في دماغي غربط السلوكيه غربط. وصلنا للفيرما ديال عنتر دابا ولاد ديال اكرام، قلت للسي احمد دخل، قال لي انا عندي ما يدع حتى العشيه ونرجع لعندكم. دخلت للفيرما ديريكت للدار اللي فيها، بقيت اكرام وخديجه مريحين وحدهم واحد الراجل كيدويو، ما شافوني وهي تقول لي اكرام هذا هو المحامي. سلمت عليه وهي تنوض قالت لي يلا نمشيو للكوزينه باغا ندوي معاك. هي هذيك مشينا، قلت لها فاش باغاني؟ قالت لي غنعطيك شي فلوس تفرقوا مع الرجال اللي كانوا خدامين عند عمي، وقول لهم كل واحد يمشي يدبر على شي خدمه وحده اخرى. قلت لها واخا باقى شي حاجه؟ قالت لي اه انت اللي غادي نخليك تكلف بالجوامع اللي غيتبناو، راه الفيرما غادي تكتب في سميتك المحامي غيتكلف، انا غيبقاو عندي شي قهاوي كانوا عندنا. قلت لها عندي لك سؤال، باش مات عنتر؟ بقات كتشوف فيا قالت لي عنتر كان مريض، كان عنده المرض الخيب، ولكن كان عنده امل انه يتعالج، مشى كيداوى في فرنسا وفي دول اخرين، ولكن من يتاكد انه غيموت طلب السماحه منا وعطانا كلشي. قلت لها الله يرحمه مسكين، انا غادي خصني نمشي نشوف والديا راه توحشتهم. قالت لي صافي غدا نمشيو نشوفوهم، اليوم نقضيو شي اغراض وغدا نمشي معاك. عطاتني الفلوس اللي غادي نفرقهم على اللي كانوا خدامين عند عنتر. خرجت من الفيرما وبانوا لي واقفين تحت واحد الشجره شحال من واحد، ما شافوني جاو كيتجاراو بداو كيقولوا لي شنو غدير معانا. جبت دوك الفلوس فرقت عليهم وقلت لهم سيروا قلبوا لكم على خدمه، راكم عارفين عنتر دابا مات.
حقكم راكم خديتوه دابا، يلا فرتكوا عليا جوج قله. بداو كيقولوا الله يرحم لك الوالدين. دابا هاد المسمار طرقناه الخوت، خاصني دابا غير شكون يتكلف بالبناء ديال الجوامع بجوج. وانا تفكر السي احمد هو اللي غادي يعاونني. مشيت لعندو للدار، دقيت عليه، خرج لعندي، قلت ليه البلان كامل، وقال لي صافي انا غادي نتكلف بهذا الشيء، وغنتكلف حتى بالامام ديال الجوامع بجوج. قلت ليه الله يحفظك، راني غير ما مساليش، باغي نشوف والديا. قال لي مزيان، جيبهم شوفهم حتى هما. قلت ليه ان شاء الله. تسلمت معاه وانا نسول على عثمان، عيط عليه هو يجي لعندي. حتى هو تسلمت معاه، دورت معاه، وديرت في بالي غير نكمل هذا الشيء كامل، غندخلو للمدرسه يتعلم يدير شي حاجه تنفعو في حياته. ما حدو باقي صغير. منين بغيت نمشي رديت لي الجوهره ديالو وشكرتو بزاف. رجعت للفيرما وبقيت كنقشب مع اكرام وخديجه، وبدا كيظلام الحال. خديجه مشات لواحد البيت وانا بقيت مع اكرام حتى دانا الناس. فقط قبل من اكرام مشيت للكوزينه، لقيت الثلاجه عامره وجدت واحد الفطور في دارنا، وما كنتش كندير بحالو، ولكن كلشي على الثلاجه العامره. قديت الفطور في الطابله، مشيت فيقتهم بزز عاد فاقو، تقول كانوا سهرانين مع الشيخ في الليل. شافوا الطابله عامره وقالوا لي شكون صايب هذا الشيء، بقاو كيشوفوا فيا. ضحكت واحد الضحكه، ابتسمت وانا نقول لهم انا اللي صايبت هذا الشيء، شوفوا واش غيعجبكم. بقاو كيفطروا كيشكروا فيا وقالوا لي هذا الشيء زوين. مشيت انا واكرام وخلينا خديجه في الدار تقابلها، مشينا باش نشوفوا والديا. دينا معنا شي فلوس صحاح، ركبنا في واحد الطوموبيل، انا اللي سايق مع الشيفور، مابقاش خدام، غادي نشادين الطريق وطالقين بايلاندو. اكرام تكي عليا على كتافي، غادي في جو رومانسي. ساعه ديال الطريق عاد وصلنا للمدينه، غادي للدرب نيشان، وخايف تكون واقعه شي حاجه الله يحفظ. ما وصلنا للدرب وقفت الطوموبيل حدا الدار، نزلنا ما شافوني ولاد الدرب جايين كيتجاراو جيتي كاملين، كيقولوا لي فينا هشام مالك غبرتي. بقاو كيسولوا فيا، سلمت عليهم وقلت لهم باغي ندخل نشوف الوالده عاد نرجع عندكم. هو يقول لي واحد فيهم الوالده عندك راه في السبيطار من نهار غبرتي. قلت لي واش من نيتك؟ قالوا لي الدراري هادشي اللي كاين راه كاينه في السبيطار دابا. عطاوني السبيطار فين كاينه هو. طلعت للطوموبيل، طلعت اكرام، تميت غادي مورك. اكرام كتقول لي نقص السرعه باش يدير لينا شي كسيده، غادي تكون بخير غير تكالما. وانا عاد ما زيد في السرعه، هي كتغوت حتى وصلنا. خرجت من الطوموبيل كنجري، سولت واحد ختنا تما كانت طبيبه، سولت على الوالده وراتني الغرفه. دخلت لقيتها، ما وصلت ليها كنحل الباب كنلقى الوالد شاد الوالده في يديها مع شافوني، شاف فيا قال لي اش كدير انت هنايا؟ ها قلت ليك ما انت ولدي ما نباك، نخلي امك مرضات على قبلك اش هادشي؟ ومكملها مجملها جايب لينا عصابه للدار باغين يضربونا وتكرفصوا علينا، هادشي علاش ربيناك؟ وعارف بلي هادشي راه وقع بسبابه ديك البنت اللي جبتي لينا النهار الاول. هو كيدوي وانا مقلق وما قدرتش نجاوبه. كنشوف في الوالده كتبان ليا عيانه بزاف وعينيها فيهم الدموع، واحد المنظر ما نساهش. سديت عليهم الباب غادي خارج من السبيطار، شافتني اكرام كانت يلا خارجه من الطوموبيل، قالت لي مالك ما تسوقتش ليها؟ غادي في الطريق الخوت دوزت شهر ديال الاداب، في الاخر والديا يقولوا لي هاد الهضره هادي، علاش كيوقع لي هادشي من دون بنادم؟ وصلت لواحد الدريبه ريحت، كنت غنشري كارو، من بعد قلت بلاش داكشي ما منوش. بقيت مريح في واحد القنيته، جاب التليفون كنشوف التصاور ديالي انا والوالده والوالد، وكنشوف حتى التصاور ديالي انا واكرام. اش هاد الزهر هذا؟ اكرام تلفتها في الزناقي مابقاتش عارفاني فين كاين. قلت الخوت كلشي سالا دوماج، كاين اللي عطاتو كاين اللي زواتو ولا قبساتو، ولكن الحمد لله. بقيت مريح حتى ظلام الحال، ما كنجاوبش في لي زابيل، بدا كيتحرك البرد، نطو ما عارفش فين نمشي، غير غادي كما كيقولوا طريق الله ولا ارض الله واسعه. بدات كتنقط عليا الشا مقيطه من مور مقيطه، عرفت هاد الليله غتكون كلها الشا. قلت نمشي نبات في شي اوتيل وهي هذيك. شيرت الطاكسي وركبت فيه، قلت ليه وصلنا لواحد الاوتيل، يلا تحرك الطاكسي. ويقول لي فين با هشام؟ شفت فيه مزيان، كان هذا مبارك ولد دربنا عنده طاكسي، سلمت عليه. قال لي مالك غبرتي؟ قلت لي شي مشاكل كانوا عندي. بقى كيسول فيا بحال هاد الاسئله حتى وصلني قدام واحد الاوتيل، بغيت نخلصو حلف عليا ما يتخلص من عندي، زعما راني نسيتو. مهبط دخلت الاوتيل، حجزت غرفه، خلصت وطلعت تكيت في الناموسيه. سمعت الصوت ديال الشتا ونطليت من الشرجم كنتمنظر، بديت كنتفكر اكرام وراه فعلا كنبغيها. مشيت تكيت ناست حيت ما بغيتش نفكر فيها بزاف، ناست فقت على الدقه، نحليت الباب لقيت ديك اللي خدامه في لوطيل جايبه لي الفطور. شديت الفطور وقلت لها شكرا، قالت لي راه شي ناس كيتسناوك من الصباح لتحت. قلت لها واخا قول لهم يفطر وغيهبط لعندكم. قالت لي واخا سيدي.
مشات وسديت الباب وحاير شكون غيكون جاي لعندي. زعما مبارك بغى يرد ليا الفلوس اللي خليتهم ليه في الطاكسي اللي ما يديرهاش. ديت كنفطر باش ننزل نشوف شكون هادو اللي كيتسناوني. كليت مزيان قديت فراشي غادي نازل من الدروج. ايوا لقيت الوالد والوالده واكرام. بقيت غير مصدوم. وقفت وهي تقول لي اكرام والديك عرفوا الحقيقه كامله وبغاو يسمحوا ليك. دارت كتشبه ليا الوالده كتبكي. ما عرفتش كيفاش عرفوا لوطيل حتى هزيت عينيا بان ليا من برا ديال لوطيل من واحد الجاج الطاكسي ديال مبارك تما. عرفتش بلي مبارك اللي جابهم لعندي. تلاحيت على الوالده كنعنق فيها وهي كتبكي وانا كنبكي. قلت لها سمحي ليا الوالده وقالت لي مسامحك غير رجع معانا ما تبقاش تمشي راه مني غبرتي ما بقاش كيجيني النعاس. قال لي الوالده راه عاودت لينا اكرام على داكشي كامل اللي درتي مغامرات اللي دوزتي. الحمد لله باقي حي غامرتي بحياتك ولكن اخر مره دير بحال هادشي. قلت لي صافي عمر داود ما يعاود. دات اكرام كتضحك ملي شافتنا فرحانين. ونحاول نختصر لكم رجعت علاقتي مع والديا زوينه وغادي نتزوج انا واكرام السيمانه الجايه. الدار كيوجدوا العرس. الوالده كتخرج اكرام تشري لها داكشي اللي غادا تحتاج في العرس. انا مشيت للدوار ديال بوعلي ما هو اللي قررنا نديرو فيه العرس. عرفت على كاع اللي تعرفت عليهم تما في داك الدوار. سي احمد كان مقابل البني ديال الجوامع. ما كانش شي جامع في الدوار. يلا غيداروا هاد الجوج هادو. كانوا الناس كيصليو غير في واحد الخزانه. دخلت عشمال لواحد المدرسه بريفي بعيده عليهم ولكن كيجي لي طونسبور حتى لتما. وصل النهار ديال العرس كان في الفيرمه ديال العنتر الله يرحمه. جاو العائله ووالديا الدوار كامل جا. كريت شي خمسه ديال الطوموبيلات باش يجيبوا العائله. مشيت في الصباح انا والواليد والسي احمد للحمام. تحمحمنا مزيان ردوني كل مزنك. وليت نبان بحال شي مطيشه صراحه. تعرف السي احمد على الوالد ولا صحابه. ملي خرجنا من الحمام مشيت لبس الكوستيم. اكرام ما شفتهاش هاد النهار هذا ما عرفتش فين مغبره الوالده. لبست الكومبلي بنت نقي. شافني الوالد والسي احمد بداو كيحشموا فيا. وصلت الوقيته خرجت من الدار غادي للفيرما في الطوموبيل. وصلت وبانت ليا الفيرما عمرات بالناس. كل ما عرضتش عليه وجا حضر ولكن هانيه. ذبحت شي 6 ديال العجوله و5 ديال الحواله. كاين الخير بانت ليا اكرام. نزلوها من واحد الطوموبيل لابسه الكسوه ديال العرس وحدها الوالده وخديجه اختها. نزلت انا من الطوموبيل غادي لعندها وحدها الوالد والسي احمد. شديت ليها في يديها وداخلين. ما كانتش كتبان ليا في وجهها مع مضاقي لا وجهها. دخلنا وريحنا في الكراسي ديال العرسان داك العماريه ولا ما عرفت شنو سميت هذيك البلاصه الجلسه واقيله. تكاتبنا تما مع العدول وبداو الزغاريت كاع المراوات ديال الدوار صمكوني بالزغاريت. جات لينا خديجه الحليب والتمر. حيدات اكرام داكشي اللي كانوا مغطين ليها به وجهها. كانت كتبان زوينه. ماكياج كان خفيف عجبتني. دابا ولات الحلال وكلتها وكلاتني قدام الناس. الناس كتصفق عليا. الوالد دار ليا مفاجاه وجاب ليا ولد الحوات قرب العرس كامل. كلشي كيشطح. انا جالس في بلاصتي ما قالتش نوض. كنا غير مبتسمين. داكشي داز ناضي حتى الماكله غير شاطه الخوت. العرس كان واعر. دي سيدينا من بعد اننا نسكنوا في الفيرما اللي كانت كبيره وزوينه كان فيها داكشي كله مقاد. ما عليناش ما غاديش نزيد نطول عليكم في التفاصيل اللي ما غاديش تهمكم. تزوجنا داز كلشي مزيان. قررنا باش نسافروا ندوزوا شهر العسل وداز مزيان. من بعد مده حملات اكرام ودازت الوقت وتزاد لعندي وليد سميتو بادر على داك بادر اللي كان مات. عقلتو عليه قصي سالت سلام. نتمنى تكون عجباتكم وطبعا غادي يعجبكم هاد السيل هذا راه هو السيل اللي كتبغيو اصلا. وحبكم في الله. ليله سعيده. اديوس اميكوس. هينا واش عشاك الليلة واش وراها عشايا غير لفتات ورقادي بالبنات لحكاية راها طويلة. هينا واش علاش تجي في الهم علاش هكدا عليا الدنيا حكمات ورديت باللي قصرات راني غرقلي في الحيلة. قال لي يا مدور وزمان عليا يجوا يا معانت مسكين.
مدينة ظلم والحجرة خاطرها اليوم مكسور. شكون يحس بحالك مظلومة بين الناس؟ يا حتى واحد فيهم بعد عندي كل شلجة حداد. يا هينة وهينة صبري ربي ما غيخليك، شحال ما طال عليك الحال حرفي باللي مازال الخير نخبي ليك. يا صبرة وصبرة كل شي عند الله مكتوب، رميت انا لحم العالي هينا بين ايدي فتاب المكتوب. هينا واش واش عشاك الليلة واش طيلة. هينا واش واش عشاك الليلة واش، وراها عشايا غير لفتات ورقادي بين البنات لحكاية راها طويلة. هينا واش علاش تجي في الهم علاش، هكدا عليا الدنيا حكمات ورضيت باللي مسات راني غرقلي الحين. معانت مسكينة الظلم والحجرة خاطرها اليوم مكسور. شكون يحس بحالك مظلومة بين الناس؟ يا حتى واحد فيهم بعد عندي كل شلجة حداد. يا هينة وهينة صبري ربي ما غيخليك، شحال ما طال عليك الحال حرفي باللي مازال الخير نخبي ليك. يا صبرة وصابرة كل شي عند الله مكتوب، رميت انا لحم العالي هينا بين ايدي فتاب المكتوب. هينا واش واش عشاك الليلة واش هينا واش واش عشاك الليلة واش، وراها عشايا غير لفتات ورقادي بين البنات لحكاية راها طويلة. هينا واش علاش تجي